أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم، وكل عام وأنتم طيبين بمناسبة عيد الحب. وإن كنت أعتقد أن كل يوم الإنسان يعني يحب فيه عيد، والحب طبعا بمضمونه ومعناه الواسع والأعمق والأرحب، الحب في كل صوره. على عين أتمنى يبقى الإرسال واضح، وهنعاود بإذن الله المحاضرة الثالثة في الكاردي فاسكولار سيستم اللي هو الهارت. والنهاردة الليكتشر هنبتدي فيها الإلكترو كارديوجرام. وللناس اللي يعني جوين أس في المجموعة الثانية من المحاضرات دي، أحب أقول لهم إن إحنا في محاضراتنا بنحب نعتمد على شيئين. الشيء الأول اللي هو إن إحنا عاوزين الفهم للمادة، ونمرة اتنين الامتحان، يعني هما الاتنين مع بعض، بس الأهم إنك أنت تبقى عارف الطب كويس وفهمه كويس. وتحصيل حاصل لما تفهمه كويس هيبقى الامتحان ده يعني حاجة واجبة انك هتحل فيه كويس. لكن مش عاوز نركز فقط على الاسئلة، وإلا لو كنت عاوز اركز على الاسئلة فقط اعتقد ده انا كنت هحتاج ربع الوقت. برضو بحب اقول انه يا اولاد الفسيولوجي هو المادة اللي بيرتكز عليها كل الطب، انك لازم تفهم الطبيعي عشان تعرف تتعامل مع غير الطبيعي. وطول عمري بقول جمله مهمه، ان الفسيولوجي هو رياضه الطب، يعني الحاجه اللي عاوز افهم في الطب. فاذا كان الفسيولوجي هو رياضه الطب، فالكاردي فاسكولار سيستم هو رياضه الفسيولوجي، والاي سي جي هو رياضه الكاردي فاسكولار سيستم. يعني الجزء ده عاوزين نفهمه كويس قوي، اللي هو الالكتروكارديوجرام، لان ده من اهم التولز اللي بنستخدمها عشان خاطر نشخص بيها الامراض الطبيه في القلب. دي مقدمه كان لابد منها. وبرضو الناس اللي هم يعني بيجوين اس دلوقتي، احب اقول لهم ان اور سيستم از اوديو فيجوال، يعني انت بتسمع وبتشوف الدياجرامز. وانا بشكر كل شخص بيتعاون في حط المحاضرات على اليوتيوب، والناس اللي بتوضب الدياجرامز في صورة البي دي اف، اظن اسمه كده، عشان يقدروا يصوروها. ونمرة ثلاثة، انت ممكن الحاجة اللي مش فاهمها ابقى راجعها تاني لنفسك، لكن احنا هنبقى نسبيا لانه دلوقتي ده كل حاجة مسجلة، هنحاول يعني نعيد عدد اقل من مرات عشان خاطر نمشي بسرعة معقولة، لا هي سريعة قوي ولا هي بطيئة، على اساس انك من حقك انك انت تعيد مرة أخرى. وطبعا بأشكر كل الناس اللي بتكتب لي تعليقات، وكان نفسي يعني أرد عليهم واحدة واحدة، لكن موضوع صعب. طيب نتوقع على نبتدئ. بالنسبة للإلكتروكارديوجرام اللي هو تسجيل الكهرباء بتاعة القلب، أول واحد فكر فيها كان اللي هو ألكسندر ميورهيد في سنة 1872. كان عنده مريض عنده سخونة، وركب سلك حوالين المعصم عشان يسجل ضربات القلب. ده أول مرة. لكن أول بريك ثرو، يعني تقدم حقيقي في علم الإي سي جي، حصل من ويلم إنثوفن، وكان في سنة 1901. ده أول واحد، وهنشوف إنثوفن ترينجل ده هنتكلم عليه كتير في القصة. ده أول بريك ثرو في الموضوع، أول جهاز حساس يسجل فعلا الموجات بتاعة كهرباء القلب. وده كان في سنة 1901، وخد جائزة نوبل عن الاكتشاف بتاعه ده في 1924. خد جائزة نوبل في الحكاية دي عشان تعرفوا حتى أهميته. اسمه ويلم إنثوفن في سنة 1901، والجائزة خدها في 1924. برضو بقول الكلام ده لعدد من الزملاء بيسألهم الطلبة هم لو ايه بيسموا الويفز بي
وكيو ار واس وتي. الحقيقه انا احب احكي لهم القصه للزملاء اكتر منها ليكم، ان هو ابتدى بالحروف اي بي سي دي، وبعدين عمل تعديل فيها لهذه الموجات، يعني استخدم معادله لتعديلها، فاستاء الموجات المعدله اطلق عليها بي كيو ار اس تي يو اند سو اون، وتلاحظ انها حروف متواليه ورا بعض. انما يمكن يسالني احد من الزملاء، طب ليه ابتدى بالحرف بي؟ فده يرجع لانه كان شديد الاعجاب بديكارت، ريني ديكارت، كلنا نعرف عنه، ده فيلسوف ورياضي فرنسي، هو اللي اسس علم الهندسه التحليليه، عاش في القرن السابع عشر، وهو صاحب مقوله انا افكر اذا انا موجود. ان هو كان بيستخدم، هو تبع الاكزامبل بتاع ريني ديكارت ده، في انه كان بيستخدم حرف البي في المعادلات بتاعته، فعشان ده اللي خلاه ابتدى بحرف البي. هذه المعلومات يا اولاد ما يعني ما تهمكوش بالنسبه للامتحان، انما انا بقولها لان انا عارف اللي بيستفاد بهذه المحاضرات عدد من يعني بتوع الدراسات العليا، وايفن الزملاء اللي بتشرح بيبقى الاسئله دي في ذهنها، والطلبه ساعات تسالهم ادي الاجابه ليه استخدم بي كيو ار اس تي، هو في الاول اي بي سي دي وبعدين عدلهم بمعادله فغير الحروف، طب ليه ابتدى بالبي؟ ده نسبه الى ريني ديكارت او ديكارت المشهور بديكارت، اللي هو راجل فرنسي كان فيلسوف ورياضي كان بيستخدم حرف البي. طيب دي كانت كما العاده فقره المعلومات العامه. نبتدي بقى المحاضره بتاعه الالكتروكارديوجرام. هيبقى عندي شويه صعوبه خفيفه لاني ما عنديش الورق المقوي اللي بحط عليه الرسومات بتاعتي، فاستحملوني شويه. طيب نبتدي الاول في الالكتروكارديوجرام اللي هو بيسموه اي سي جي او اي كي جي في امريكا هنا، او مش هنا، احنا هنا مش في امريكا دلوقتي، الاي كي جي، وهو عموما اصل كلمه كارديو يعني قلب، باللاتين بتبتدي بحرف الكي، فممكن نسميه اي سي جي الكتروكارديوجرام او اي كي جي الكتروكارديوجرام حسب انت في انجلترا ولا انت في امريكا. فنبتدي اول حاجه بالديفينيشن، ما هو تعريف الالكتروكارديوجرام؟ هي الكلمه الحقيقه معرفه روحها يا اولاد، هو عباره عن الريكورد بتاع كهربه القلب. يبقى طب الكهرباء عباره عن ايه؟ عباره عن ديبولاريزيشن وريبولاريزيشن. يبقى ريكورد اوف ديبولاريزيشن اند ريبولاريزيشن اوف كاردياك مايوسايتس، يعني خلايا القلب. وهنا بنستخدم تو سكين الكترودز، يعني بنحط تو الكترودز على السكين. دي نقطة عاوز تاخدوا بالكم منها كويس قوي. انتوا الناس اللي حضر معايا محاضرات النيرف والمسل، كنا بنحب نقيس الكهرباء في نقطة معينة، فكنا بنحط الكترود بره والكترود جوه النيرف. يبقى بنقيس في نقطة واحدة. فسميناها المونو فيزيك اكشن بوتنشال. طب دلوقتي في حالة الهارت، ما اقدرش احط الكترود جوه الهارت والكترود على الجلد. فغصب عني بحط التو الكترودز على الجلد بره. يبقى ده باي فيزيك اكشن بوتنشال، ودي اول نقطه في الام اس كيو. يبقى الاي سي جي لا يمثل مونو فيزيك اكشن بوتنشال، وانما بيمثل باي فيزيك اكشن بوتنشال. طيب طبعا كهربه الهارت ازاي بتوصل لحد السكين؟ عن طريق البادي فلويدز. البادي فلويدز جود كوندكتور للكهرباء، بتوصل لنا الكهرباء. ابتدي النقطه الثانيه يا اولاد، الريكوردينج اوف اي سي جي. النقطه الاولى في الريكوردينج اللي هو الابريتس، الجهاز. لو حضرتك في الاي سي يو ومعناها الانتنسيف كير يونت، الرعايه المركزه، بتشوف بيبقى فيه مونيتور وبتسجل عليه الاي سي جي. مونيتور في لغتنا الجميله معناها مرقاب، يعني ما بنطلعش ورق، بنبقى شايفين رسمه الاي سي جي على المرقاب، حاجه كده شاشه زي التلفزيون، او ممكن يسجله على ورقه، ريكوردينج عادي خالص. طيب دلوقتي انا عاوز اقول لكم حاجه، البن اللي هو القلم اللي بيسجل من المعلومات الطريفه، ما هوش قلم فيه حبر، انما ده عباره عن هيت ستايلس، يعني ابره سخنه.
واقول لك الفكره، بترسم على كاليبريتد ستريب اوف بيبر، على ورقه متقسمه كده لمربعات بيانيا. الورقه دي خد بالك معايا لونها اسود، طابعين عليها بشمع ابيض المربعات. الابره اللي هي سخنه، يبقى لما هتمشي على الشمع ده هتعمل ايه؟ هتسيح الشمع الابيض فيبان تحتيها اللون الاسود اللي هو الرسمه اللي بتشوفها اللون الاسود ده، مش حبر، ده هي سياحه الشمع الابيض فبان اللون الاسود تحت. هتسالني ليه كده؟ هقول لك برضه، محدش هيسالك. احنا كهربه القلب ضعيفه جدا، فحركه المؤشر هتبقى صعبه، فمش عاوزين اي فريكشن قوي ما بين اللي بيسجل والورقه. فعشان كده عملوا الطريقه اللطيفه دي، هي حقيقه الامر ابره سخنه يا دوبك ملامسه للكاليبريتد ستريب للورقه دي اللي بتمشي، تسيح الشمع الابيض يبان تحتيها اللون الاسود. طيب نيجي بقى الكاليبريتد ستريب ده، عاوزك تاخد بالك منه كويس قوي. ليه هم عملوها قسموها لمربعات كده بيانيا؟ المربع الكبير بينقسم لخمس مربعات صغيرين بالعرض وخمسه صغيرين بالطول. تعال نركز في المربع الصغير، هاخده بره واكبره. الورقه بتمشي بحيث ان مده المربع الصغير ده 4/100 من السكند، ده رقم صعب شويه، خليها 40 ملي سكند. اوعى تنسى هذا الرقم، لانه هو ده اللي بيحدد لي الديوريشن بتاع كل ويف، ان مده المربع الصغير 40 ملي سكند. فلو ويف خدت مربعين صغيرين يبقى مدتها 80 ملي سكندز. فده اهميه المربعات، ان الجهاز بيمشي الورقه بحيث يطلع مربع صغير كل 40 ملي سكند. وعشان ما تنساش الرقم، فاكر رقم 40 ده مشهور في الدنيا، يقول لك علي بابا وال40 حرامي، عشان ما تنساش. خلاص يبقى افتكر مده المربع الصغير 40 ملي سكندز، لو حب يغلس عليك تبقى 4/100 من السكند. وتفيدنا المده في تحديد الديوريشن بتاع الويف. طيب ارتفاع المربع الصغير 1/10 ملي فولت. فمثلا لو ويف خدت 10 مربعات صغيره، المربع 1/10، يبقى ال10 في 1/10 تبقى قوتها 1 ملي فولت. واحنا اتفقنا مسبقا يا اولاد ان الكهرباء في جسمنا بالملي فولت مش بالفولت، فما تلخبطش. طيب عشان تخرج 40 مربع كل 40 ملي سكند، يبقى ده معناها ان عدد المربعات اللي بتخرجها في الثانيه، ده كلام تحصيل حاصل، 25 سمول سكوير بير سكند. ولو حسبتها في الدقيقه تضرب في 60، لان الدقيقه فيها 60 ثانيه، يبقى بتطلع 1500 مربع بير مينيت. وهنشوف دي مهمه في ايه، في حساب الهارت ريت. فممكن اهم رقم اللي تحفظه وتستنتج منه الباقي كله انها 40 ملي سكندز، خلاص مده المربع الصغير. تاني نقطه بقى اللي هي الفيكتور. قطعا انا يا اولاد لما احط التو الكترودز على الـ على الـ السيرفيس على السكين بره، انا ما بسجلش الاكشن بوتنشال بتاع الكاردك مونوسايت بتاع الخليه الواحده، انما بسجل محصله الاكشن بوتنشالز. محصله الاكشن بوتنشالز دي بنسميها فيكتور. يبقى ما هو الفيكتور؟ يبقى الفيكتور هو سهم ارو بيمثل ريبريزنتس ذا سم، يعني محصله الالكتريكال اكتيفيتي. طيب المين الكتريكال فيكتور اللي هو محصلة الفيكتور، السم اوف فيكتورز، يعني الفيكتور محصلة الالكتريكال اكتيفيتي، والمين، المين يعني متوسط الالكتريكال فيكتور هو السم بتاع كل الفيكتورز. طب تعال نشوف في حالة الاتريم، احنا عندنا اتريم وعندنا فنتريكل. وعاوزك يبقى عندك قدرة على التخيل بسيطة، انت عارف ان الاس انود بتبقى موجودة هنا اهي، مشاور عليها في الابر رايت بارت اوف ذا هارت. فالديبولاريزيشن بتاع الهارت او بتاع الاتريم، لو خدنا المحصله يعني ديبولاريزيشن كده وكده وكده وكده، يبقى ده محصلته او السهم ده بيمثل الديبولاريزيشن اوف
اتريوم. ده بيبقى وان فيكتور واتجاهه ازاي؟ طالما الاس انود موجوده اب اند رايت يبقى الاتجاه بتاع الديبولاريزيشن بدا من هنا، يبقى هتمشي داونورز تو ذا ليفت. يبقى الاتريوم عنده وان فيكتور واتجاهه داونورز اند تو ذا ليفت. ده سؤال ام اس كيو. حاله الفنتريكل، الفنتريكولار ديبولاريزيشن بيمشي في ثلاث مسارات، فعشان كده عنده ثلاثة فيكتورز V1 فيكتور 1 وفيكتور 2 وفيكتور 3، ثلاثة فيكتورز. أول فيكتور بيبقى from left to right و upwards بالشكل ده أو left to right، وده بيمثل depolarization of septum. وهنا بيسأل بعض الزملاء هو ليه depolarization of septum مشي from left to right؟ هو actually مش بتاع السبتم، هو الكهرباء بتمشي على سبتال برانش. عارف الكابلات بتاعت البركنجي اللي بتمشي الكهرباء في الفنتركل؟ اول برانش فيها بيغذي السبتم، هو اتجاهه، هو اتجاهه بيبقى from left to right. طيب تاني فيكتور اللي هو V2، وده الاهم بقى اللي هو هيكهرب الفنتركل اساسا اللاترال وود. انت عاوزك تبقى متخيل شكل القلب اهو، شكل القلب كده، القلب جاي كده، يبقى الكهرباء ماشيه تو ذا ليفت اند داونز. ده اقوى فيكتور بالنسبه للفنتريكل، بيبقى ماشي اهو من الرايت هنا ناحيه ايدي اللي فيها الساعه الشمال تو ذا ليفت اند داونز. ده الفيكتور الاساسي. وانت عارف ان الهارت عامل زي الكون كده، فبعد ما يتكهرب لحد الايبكس بيرجع تاني يكهرب البيز، بيرجع في هذه الحاله ابورز بقى بعد ما نزل داونوردز اند تو ذا ليفت، بيرجع ابورز اند تو ذا رايت. ده الفيكتور الثالث بيمثل الديبولاريزيشن اوف ذا بيز. عشان كده بنلاقي كهربه الاتريوم فيكتور واحد بتدي ويف واحده اللي هي البي ويف، بينما الفنتكل مشينا في ثلاث اتجاهات فبتدي ثلاثه ويفز اللي هم كيو ار اس، حتى بنسميهم QRS complex. يبقى فهمت القصة؟ تاني حكاية الفيكتور دي، يبقى الفيكتور هو محصلة الأكشن بوتنشلز. حلوة كده؟ ما احنا لما بنحط تو إلكترودز مش هنسجل separate action potential، بنسجل محصلته اللي هو الفيكتور. طب نيجي في حالة الاتريوم، انا قلت الاس انود هنا موجودة to the right and up، يبقى الاتريال depolarization بيمشي downwards and to the left ويدي فيكتور واحد، وبالتالي يدي ويف واحده اللي هي البي ويف. بينما الفنتريكل عندي الديبولاريزيشن بيحصل في ثلاث اتجاهات. الاول بيحصل فروم ليفت تو رايت في السبت او السبت. ليه؟ طب ليه فروم ليفت تو رايت مش فروم رايت تو ليفت؟ قلت للزملاء مش ليكم، ده مش ايه اللي خلى الديبولاريزيشن يمشي في هذا الاتجاه؟ ان في سبتال برانش، ده بيدي كيو ويف، وعلى فكره مش موجوده في معظم الليدز مش هنشوفها، انما اهم ويف اللي هي الار بقى اللي هو الديب بوزيشن بتاع الوول نفسه بتاع الفنتكل. احنا قلنا الاس انود هنا، يبقى الاتجاه تو ذا ليفت اند داونوردز. طب بعد ما توصل للايبكس تحت بترجع تاني بالعكس ابوردز اند تو ذا رايت فترسم الاس ويف. ده يا اولاد اللي هو قصه الفيكتورز. طيب انا عاوز اوريكم رسمه يعني توضح لكم القصه دي قبل ما حتى نقولها، نرجعها شويه وناخد النقطه الثالثه اللي هي الرولز، القواعد اللي بتتبع القياس. بصوا معايا، يبقى اتكلمنا على ريكوردنج على الابريتس نمرة واحد عشان ما تتوهش، نمرة اتنين ان احنا بنسجل فيكتور وفهمنا ايه هو الفيكتور، هو محصله الاكشن بوتنشلز، وان الاتريوم في فيكتور واحد بيعمل ويف واحده اسمها البي ويف. الديبولاريزيشن اوف فينتكل ثلاثه فيكتورز فبيعمل ثلاثه ويفز الكيو ار اس. نيجي الرولز، عندي اربعه رولز بيحكموا التسجيل. خد بالك للناس اللي لسه داخله معانا، اذا كان الفسيولوجي هو رياضه الطب فالكاردوفاسكولار سيستم هو رياضه الفسيولوجي، فالاي سي جي هو رياضه الكاردوفاسكولار سيستم. يعني يحتاج الى فهم، وده ما يخليش الموضوع صعب، بالعكس اقول عاوز حفظ اتعقد مش عاوز.
انا ما عاوز فهم بسيط. اول حاجه الرولز ساعدوني انتوا فيهم 100% الفولتج اي قوه الموجه ارتفاع الموجه هيتناسب مع ايه؟ مع الماس اوف تيشو. يعني انا اسالك ومتاكد انك هتجاوب صح، تفتكر الويف بتاعت الاتريوم هتبقى اقوى ولا الويف بتاع الفنتكل؟ انا سامع كلكم جبتوا صح الفنتكل. ليه؟ لان الماس بتاع الفنتكل كتله التيشو بتاع الفنتكل اكبر، فعشان كده بتدي فولتج اكتر. ادي اول رول في الاربعه، شوف سهله ازاي. خد الرول اللي بعديها الديوريشن. كل ما الكهرباء مشيت اسرع كمل انت هتاخد وقت ايه؟ اقل. يبقى الديوريشن inversely proportional للفيلوسيتي اوف الويف اوف كوندكشن. هيفسر حاجه جميله، الفنتكل كبير قوي ومع ذلك الديوريشن بتاعت الديبولاريزيشن فينتكل صغيره. عارف ليه؟ انت هتذكرني المشوار طويل بس في الفينتكل بنمشي بسرعه عاليه على اسرع حاجه في الهارت اللي هو البركنجي سيستم اللي كان بيوصل 4 متر في الثانيه. فصحيح الفينتكل كبير لكن الويف بتاخد مده قليله عشان ماشيين على فايبرز سبيشالايز فور كوندكشن اللي هي البركنجي فايبرز. يبقى اول رول في الاربعه ان الفولتج بيتناسب مع الماس. تاني رول ان الديوريشن تتناسب عكسي مع الفيلوسيتي اوف كوندكشن. تالت رول مهم جدا البولاريتي، يعني هل الويف هتطلع لفوق بوزيتيف ولا هتطلع لتحت. القاعده بتقول الاتي، قاعده سهله قوي. لو استقبلت الديبولاريزيشن، اي جلفرومتر عنده تو الكترودز يا اولاد لا تكون ناسي بوزيتيف ونيجاتيف. لو الويف اوف ديبولاريزيشن استقبلناها على البوزيتيف الكترود الويف هتطلع بوزيتيف، يعني هتترسم لفوق هتبقى ابورز ديفلكشن. يبقى القاعده بتقول لو استقبلنا الديبولاريزيشن على البوزيتيف هيطلع الويف بوزيتيف. حلوه ماشيه اهي، على البوزيتيف تطلع بوزيتيف، واظن انت تستنتج الباقي. والعكس لو استقبلت الديبولاريزيشن على النيجاتيف الكترود بتاع الجلفانومتر هتطلع الويف نيجاتيف. وبرضه نفس الكلام على ريبوزيشن بس اعكسها، ريبوزيشن بقى انت عاكس الكهرباء. يبقى في حاله ريبوزيشن لو استقبلتها على البوزيتيف تطلع نيجاتيف، لو استقبلتها على النيجاتيف تطلع بوزيتيف. عارف لو انت طالب ذكي انت تحفظ واحده منهم وتستنتج منها الاربعه. مين المهم؟ الديبولاريزيشن. لو استقبلته على البوزيتيف الكترود الويف هتطلع بوزيتيف لفوق، وانت تقول الاربعه اللي فاضلين، الثلاثه اللي فاضلين. طب لو الديبولاريزيشن على النيجاتيف يطلع نيجاتيف، الريبولاريزيشن انت عكست الكهرباء، يبقى على البوزيتيف تطلع نيجاتيف وعلى النيجاتيف الكترود تطلع بوزيتيف. هنا بقى احب اتوقف واريك رسمه جميله. تفتكر حضرتك احنا عاوزين الويفز الرسمه تبقى معدوله، يعني الويفز لفوق ولا عاوزين الويفز لتحت؟ ايه رايك انت؟ يعني انت تحب لما تبص على رسمه تلاقي الويفز مرسومه بوزيتيف ابورز ولا لتحت؟ احبها تبقى ابورز. طب مش احنا اللي بنحط الالكترودز، يعني الجلفرومتر عنده تو الكترودز، هما بيحطوا روحهم ولا حضرتك اللي بتحطهم؟ انا اللي بحطهم. والقاعده بتقول لي اذا الديبولاريزيشن رايح للبوزيتيف الويفز هتطلع بوزيتيف. طيب الاتجاه العام للديبولاريزيشن يا اولاد اهو من الاس انود اللي هي تو ذا رايت اند ابورز، يبقى الاتجاه العام رايح تو ذا ليفت اند داونز. بس يبقى اي الكترود في الليفت او داونز اخليه هو البوزيتيف عشان يستقبل الديبولاريزيشن فتطلع رسمه بوزيتيف. يبقى لو في تو الكترودز واحد رايت والتاني ليفت تختار مين فيهم البوزيتيف؟ انت عارف الاتجاه العام للديبولاريزيشن رايح تو ذا ليفت، من الرايت هو الاس انود تو ذا ليفت، يبقى اختار الليفت هو البوزيتيف. طب سؤال اصعب للطلبه الاذكى، طب افرض التو الكترودز ناحيه الليفت واحد اب والتاني داون، تخلي مين فيهم البوزيتيف؟ هما الاثنين ليفت بس واحد فوق والتاني تحت. انت قلت الكهرباء رايحه تو ذا ليفت اند ايه؟
and downs، يبقى نخلي اللي تحت هو البوست. يبقى بقيه الطلبه يا اولاد هيحفظوا الاسئله دي في الام اس كيو، انما انتوا فهمتوا الفكره. انا عاوز الرسمه تطلع بوزيتيف، تطلع ابوردز، خليك بوزيتيف. القاعده الاساسيه بتقول ان اذا استقبلت الديبولاريزيشن على البوزيتيف الكترون هتطلع الرسمه بوزيتيف، هتطلع لفوق وانا عاوزها لفوق. طب الاتجاه العام للكهرباء في القلب بادئ من الاس انود اللي هي تو ذا رايت اند ابوردز، يبقى الاتجاه العام ايه بقى؟ تو ذا ليفت اند داونز، تو ذا ليفت اند داونز، تو ذا ليفت اند داونز. يبقى لما يبقى في الكترود رايت والتاني ليفت تحفظ، يبقى احنا بنحرص ان الليفت يبقى هو البوزيتيف. طب لو الاثنين ليفت، واحد فوق واحد تحت، احنا قلنا الكهرباء رايحه تو ذا ليفت اند داونرز، يبقى اللي تحت هو اللي يبقى بوزيتيف. دي قاعده مهمه جدا في الام اس كيو، وبتفسر لي حاجه لطيفه قوي. هوريك رسمه في ال 12 رسمه بتاعه الاي سي جي، فيهم رسمه واحده بيبقى البوزيتيف الكترون ناحيه الرايت، البوزيتيف هو تو ذا رايت مش تو ذا ليفت، هنا البوزيتيف تو ذا ليفت، انما هنا تو ذا رايت، والنيجاتيف هو تو ذا ليفت. عشان كده بص الرسمه شكلها ايه، تطلع بالشقلوبه اهي، البي ويف بتاعه الاتريوم مقلوبه، الكيو ار اس مقلوبه. يبقى ده سؤال في الام اس كيو، مين الرسمة الوحيدة في الاي سي جي في ال 12 رسمة اللي بتطلع بالمشقلب، اللي هي الرسمة الوحيدة اللي حطينا البوزيتيف الكترود مش في الليفت، حطيناه في الرايت، اسمها اي بي ار، هنجيلها بعد شوية تبقى عارفها. نيجي القاعدة الرابعة يا اولاد، خدوا بالكم كل ده مش عاوز تركز فيه للحفظ، مش هو ده السؤال. لو عاوز زي ما بقول، لو عاوز اجاوب اسئله اخد ربع المده، انا عاوزك تبقى فاهم. القاعده الرابعه، انت حقيقه الامر، وبقولها دي للزملاء بقى، اللي باللون الاحمر ده الفيكتور، وضع التو الكترودز هنتفق عليه بعد شويه نسميه ليد. يعني ما هو الليد؟ هو البوزيشن بتاع التو الكترودز. يعني اديك مثال، مثلا في ليد 1 انا عندي جافرومتر عن تو الكترودز، بحط واحد على الرايت ارم والتاني على الليفت ارم، واحد على الرايت وواحد على الليفت، فيبقى ده يسموه ليد 1. يبقى الليد هو البوزيشن بتاع التو الكترودز. طيب يبقى لما ارجع للرسمه، يبقى دي ليد 1 اهو، الكترود على الليفت ارم والكترود على الرايت ارم. طبعا احنا حريصنا ان اللي على الليفت يبقى هو البوزيتيف، عشان احنا عايزين الكهرباء لفوق. حقيقة الأمر إحنا ما بنسجلش الفيكتور، إحنا بنسجل، اسمع دي حلوة قوي للزملاء أساسا، بنسجل اللي وصلنا من الفيكتور عند الليد، يعني مش الفيكتور نفسه. إمتى كنت تسجل الفيكتور؟ بص لي، لو كنت حاطط الكترود على أوله والكترود على آخره كده تسجل الفيكتور. بس طبعا ده معناها، فكر معايا بذكاء، إحنا عندنا أربعة فيكتور بس للديبولاريزيشن، وكل واحد ليه اتجاه، مش معقول امسك السلكتين التو الكترودز واقعد اجري ورا كل فيكتور، احط واحد في اول واحد في اخره، انا مثبت وضع الالكترودز وانا هسجل اللي وصلني ان الفيكتور عند الليد. يعني هقولها للزملاء، محدش هيسالك، نحن لا نسجل الفيكتور، انما بنسجل الكومبوننت اوف ذا فيكتور ات ذا ليد، اي بالعربي ما يصلنا من الفيكتور عند الليد. انا فاكر لما كنا في ثانوي علمونا تحليل القوى، وقد قاعده سهله قوي، قال لك لو عاوز تحلل اي قوه وهي الفيكتور في اتجاه معين، كل ما هو عليك انك تسقط عمودين، يبقى ده مركبه القوه دي عند هذا الاتجاه. طيب وعليه الطالب ذكي، بص بقى الرول جايه اهي، يبقى احسن تسجيل للفيكتور لما يبقى الليد موازي ليه. شوف الليد اهو، ادي الالكترود ده والالكترود ده، الليد اللي هو البوزيشن بتاع تو الالكترودز موازي للفيكتور، لانك لما تسقط عمودين هيبقى المركبه بتاعه الفيكتور هي نفسها الفيكتور. انما الطالب اذكى هيفهمني، انما لو كان الفيكتور
متعامد على الليد. تعالى القوة دي بقى متعامد على الليد اهو، ادي الالكترود هنا والالكترود هنا، ادي ده الليد اهو اللي هو البوزيشن بتاع التو الكترودز، متعامد على الفيكتور، وهسقط عمودين، يبقى المحصلة هتبقى ايه؟ صفر. يبقى تعالى نحط بقى الرول الرابعة، ودي بتفسر لنا حاجة جميلة قوي. ليه مع ان الكهرباء ثابتة في القلب اتجاهات الفيكتور الأربعة بتوع الديبولاريزيشن، الواحد بتاع الإيتر والتلاتة بتوع الفنتركل ثابتة، ليه الرسومات بتختلف من ليد إلى آخر؟ ليه مش شكلهم في كل ليد زي بعض؟ أديك فهمت؟ كلما اقتربنا من التوازي كان التسجيل أفضل ما يمكن، أحسن وضع الباراليل. وكلما اقتربنا من التعامد، لو جه الكهرباء متعامدة على الليد على التو إلكترودز الخط الوصل بينهم، ده أسوأ حاجة. والمستمع أن يتخيل ما بينهما، لما نبقى أقرب للتوازي التسجيل يبقى أحسن، أقرب للتعامد التسجيل يبقى وحش، التعامد نفسه ما تسجلش. يعني تصور في فيكتور مش هتتسجل في بعض الليدز، ليه؟ لأنها جت متعامدة على الليد، وهتتسجل رائعة في ليدز أخرى لأنها جت موازية ليها. أنا عارف دي الحتة الصعبة يا ولاد في الإي سي جي، مش كله هيمشي كده، لأن طبعا القواعد الهندسية بتبقى أصعب قليلا. إنما تعالى أنتوا ذكروني، ما بحبش أعيد كتير، بس عشان تقدر تكمل معايا كده بثقة، تعالى نقول الأربعة رولز فقط اللي بيحكموا التسجيل. أنت قول معايا: قوة التسجيل الفولتج يتناسب مع إيه؟ مع حجم النسيج، الماس أوف ذا تيشو، مش كده؟ يبقى قلنا قوة التسجيل يتناسب مع الماس أوف ذا تيشو أهي، يبقى الفولتج يتناسب مع الماس. فهمنا دي؟ لما تفهمها قول لي ادخل على اللي بعدها. فهمناها. طب مدة الويف تتناسب مع ايه؟ عكسيا مع السرعة. لو الويف ماشية بسرعة هتاخد مدة أقل، يبقى الديوريشن از انفيرسلي بروبورشن تو ذا فيلوسيتي اوف كوندكشن. يبقى أول تو رولز في الأربعة يا ولاد سهلين جدا: القوة تتناسب مع الماس، والمدة تتناسب عكسيا مع السرعة. كلام بتاع أطفال. التالتة والرابعة اللي صعبين قليلا: البولاريتي، يعني الويف تترسم لفوق بوزيتيف أبورد ديفليكشن، ولا لتحت نيجاتيف داونورد ديفليكشن. القاعدة سهلة جدا، ما تحفظش الأربع قواعد، أنت تحفظ واحدة فيهم. مين المهم، الدي ولا الري؟ الدي بولاريزيشن هو المهم. لما نستقبل الدي بولاريزيشن على البوزيتيف إلكترود الويف تطلع بوزيتيف، لما نستقبلها على الباقي بقى تكملهم انت على النيجاتيف يطلع نيجاتيف، ريبولاريزيشن العكس. يبقى لما نستقبل الديبولاريزيشن على البوزيتيف الويف تطلع بوزيتيف. ودي طلعنا منها بقاعده جميله جدا، ان احنا عاوزين الرسومات لفوق. طب واحنا عارفين الاتجاه العام للكهرباء في القلب، الكهرباء بادئه من الاس انود اللي هي فوق وتو ذا رايت وماشيه داونورز اند تو ذا ليفت. يبقى لو عاوز الرسمه تطلع لفوق الكهرباء ماشيه تو ذا ليفت اند داونورز، يبقى لما يبقى الاختيار بين ليفت ورايت، الليفت 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 هو البوزيتيف، بين تو الكترودز واحد فوق واحد تحت، يبقى اللي تحت هو اللي يبقى بوزيتيف. القاعده الرابعه واصعبهم: هل احنا بنسجل محصله الاكشن بوتنشال اللي هي الفيكتور؟ لا. امتى نسجلها؟ قلنا يا اولاد لو انا حطيت الالكترود على اول الفيكتور وعلى اخر الفيكتور. طب ده الالكترود ده بيجري بيتغير، مش اجري انا وراه بالالكترود، انا بثبت وضع الالكترودز واسجل اللي يوصلني منه. اللي بيوصلني من الفيكتور ده سميناه ايه يا اولاد؟ العربي بعربياتنا المركبه بتاعت القوه، وقلنا بتعلمناها ازاي، ده الزملاء مش ليكم. المركبه دي عاوز اي قوه تشوف هتوصل هنا قد ايه، المركبه تسقط عمودين. طب احسن ما يمكن لو كان الليد موازي للفيكتور، واسوأ ما يمكن لو كان متعامد عليه. والمستمع ان يتخيل ما بينهما: كلما اقتربنا من التوازي التسجيل بقى حلو، من التعامد التسجيل بقى وحش. وده فسر لي ليه في ال 12 وضع مختلف بتاع الالكترودز، مع ان كهربة الهارت هي هي
هتطلع الصور مختلفة. لو كان الديبو الفيكتور موازي سجل حلو قوي، متعامد سجلش خالص ما بينهم، طلبنا من التوازي يبقى حلو، من التعامد يبقى ما فيش. دي كانت الأربعة رولز يا أولاد. نكمل ندخل بقى في المهم. كل دي كانت مقدمة ملهاش دعوة بالامتحان، شوية أسئلة ام اس كيو. نيجي بقى أول سؤال مهم في الاي سي جي اللي هو ريكوردينج الليدز بتاعت الاي سي جي. الأول نقول ما هو تعريف الليد؟ اتفقنا إن أي على فكرة جهاز الإلكتروكارديوجرام ما هو إلا، يلا افتح ودانك أهو، سنسيتيف جالفانومتر. بس أقول لك ليه حاجة حتى مضحكة، ساعات لما بنيجي نركب الأسلاك على العيان فالعيان يخاف يقول لك هتكهرب يا دكتور، أقول له بص أنت اللي هتكهرب الجهاز مش الجهاز اللي بيكهربك، الجهاز ده جالفانومتر بيقيس كهربتك أنت، أنت اللي هتكهربه، ما جهاز الإي سي جي إلا جالفانومتر حساس، وأي جالفانومتر عنده 2 إلكترودز. فما هو الليد؟ هو البوزيشن بتاع 2 إلكترودز، كل بوزيشن نسميه باسم معين، وكنتيجة لهذا البوزيشن هنحصل على رسمة معينة نسميها بنفس الاسم. هجيب الاكزامبل عشان تفهم. يعني لو حطيت الكترود على الرايت ارم والكترود على الليفت ارم، يبقى ده هو بوزيشن واحد على الرايت ارم واحد على الليفت ارم، ده نسميه ليد 1. يبقى ليد 1 امتى سميه ليد 1؟ لما احط واحد من التو الكترودز على الرايت واحد من التو الكترودز على الليفت يسموه ليد 1، والرسمه اللي هتطلع من هذا البوزيشن هكتب عليها ليد 1. يبقى كلمه ليد تطلق على شيئين، البوزيشن بتاع التو الكترودز والرسمه الناتجه من هذا البوزيشن. يبقى سهله. طيب هنقسم الليدز بطريقتين. قبل ما نقسمهم تبقى فاهم ان جهاز الاي سي جي بيبقى طالع منه 10 اسلاك. طيب تريكونكت ساي، معلش مفيش طبعا ترنت بسرعه كندا والحاجات دي، انما يعني الحمد لله هوفلي في مصر يبقى الموضوع افضل. يبقى طالع من جهاز الاي سي جي 10 اسلاك يا ولاد. ليه؟ مع ان احنا بنقول ان اي جالفانومتر بيقيس كهرباء بين نقطتين. الاجابه سهله خالص. طب تخيل لو طالع منه سلكين بس واحنا بنحطهم في 12 وضع مختلف، يبقى معناها اركبهم في وضع معين وبعدين افكهم واحطهم في الوضع الثاني وبعدين افكهم واحطهم في الوضع الثالث، ناخد ساعه قبل ما نقيس الاي سي جي. انما احنا بنرمي ال10 اسلاك على جسم المريض بس، الجهاز افتح ودنك at any given moment كجالفانومتر بيقيس ما بين نقطتين، مفيش جالفانومتر بيقيس. يبقى تاني الجهاز طالع منه 10 اسلاك، 4 بنحطهم على الفور ليمز، 2 على التو ارمز، 2 على التو ليجز. بس خد بالك نقطة لطيفة بدول، انت عارف في الدول اللي يعني بتعتني بالكهرباء اكتر بيبقى في واحد ار دي، ففي الاربع اسلاك بتوع الفور ليمز التو ارمز التو ليجز في واحد ما بيجيبش كهرباء انما ار دي اللي هو بتاع الرايت ليج، يبقى ده جراوند الكترود ما تنساش دي. وست اسلاك طبعا احنا بنسجل كهربه الهارت اللي هو في التشست، 6 اسلاك على التشست. يبقى عدد الاسلاك اللي طلع من الجهاز 10 اسلاك، 4 على الفور ليمز و6 على التشست. بس الجهاز، بس الجهاز في اي نقطه. طيب ربنا يسهل. هنقسم الليدز بطريقتين يا ولاد، حسب مكان الالكترودز. لو انت بتقيس بين الاربعة الالكترودز اللي على الفور ليمز هنسمي ده ليمب ليدز، ودول عددهم 6 هنقولهم حالا دلوقتي. لو انت بتقيس اساسا في الالكترودز الستة اللي على التشست هنسمي ده تشست ليدز، ودول 6 كمان. يبقى لو بتقيس ما بين الاسلاك بتاعت الليمز يبقى ده ليمب ليدز، يبقى تقيس ما بين الاسلاك بتاعت التشست تشست ليدز. يبقى حسب السايت بتاع الالكترودز انت بتقيس ما بين الالكترودز اللي على الليمز يبقى ده ليمب ليد، اللي على التشست يبقى ده تشست ليدز.
طب النقطه الثانيه ودي اصعب شويه، ركز معايا فيها، حسب التايب اوف الكترود مش السايت بقى التايب. وخد بالك بقى دي نقطه جميله قوي قوي، لو التو الكترودز عندهم كهرباء نسميهم اكسبلورينج، بيكسبلور يعني بيكتشفوا كهرباء، نسمي ده باي بولر ليد، باي بولر ليد. لكن لو الكترود منهم عنده كهرباء يبقى نسميه اكسبلورينج، والتاني الكهرباء عنده صفر يعني مش فارقه نسميه انديفرنت. يبقى حقيقه الامر انت بتقيس عند واحد بس. واحد يقول لي فاهمني ازاي بقيس عند واحد بس؟ يا اخي اديك المثال اهو، لو الاكسبلورينج الكهرباء عنده 60 والتاني صفر يبقى فرق الجهد كام؟ 60. لو الاكسبلورينج الكهرباء عنده 80 والتاني اللي هو الانديفرنت اللي ما عندوش حاجه صفر يبقى فرق جهد كام؟ 80. يبقى حقيقه الامر انت بتقيس فرق جهد بين تو الكترودز، بس حيث ان واحد منهم صفر يبقى انت اكشلي بتقيس الالكترود اللي عنده كهرباء اللي هو الاكسبلورينج، فعشان كده يسموها يوني بولار ليد. والاذكياء فقط، فاكر في النيرف احنا كنا بنحرص ان نقيس الكهرباء عند نقطه واحده، واحنا في الهارت مضطرين نحط التو الكترودز بره على الجلد، فقلنا عشان كده هو باي فيزيك اكشن بوتنشال. بس لو خلينا الكترود من الاثنين اللي على الجلد بره، واحد عنده صفر انديفرنت والتاني بس اللي عنده كهرباء اكسبلورينج، يبقى حقيقه الامر انت بتقيس فرق جهد بس انت بتقيس الاكسبلورينج بس، حيث ان التاني صفر، لان 60 وصفر يبقى البوتنشال ديفرنس 60، 90 وصفر يبقى البوتنشال ديفرنس 90، يبقى انت بتقيس عند واحد بس يبقى يوني بولر. وقلت هي دي الطريقه اللي تحايلنا بيها على الباي على البولر ليد اللي هنصم 9 منهم، 9 يوني بولر يعني الكترود صفر والكترود بس اكسبلورينج اللي هو اللي عنده كهرباء، يبقى انت كانك بتقيس عند نقطه واحده، وثلاثه في ال 12 التو الكترودز اكسبلورينج فسميناهم باي بولر ليد. تاني بقى ده السؤال النظري، هيجي لك ريكوردينج اي سي جي، ما هو الليد؟ هو البوزيشن اوف ذا تو الكترودز او الرسم الناتجه من هذا البوزيشن، الاكشوال ريكوردينج، يبقى هو البوزيشن او الاكشوال ريكوردينج. طيب قلنا في كام سلك طالع، دي مش مهمه قوي، 10 اسلاك، 4 على الفور ليمز فيهم الرايت ليج بيبقى ارضي وستة موجودين على التشيست. بس خد بالك هم 10 اسلاك بس انت بتقيس 12 قياس بين 12 نقطه بالتباديل والتوافيق، ما يطلعوش 10 لان انت لو ما كانش في تباديل وتوافيق 10 ما بين اثنين كانوا طلعوا 5. عشان تفكر هم 10 اسلاك، لو انت بتاخد كل سلكين ما بتكررهمش كان يبقى عدد الليدز 5، لكن هم عددهم 12 ان احنا عندنا تباديل وتوافيق. حسب انت بتقيس بين انهي اسلاك السايت اوف ذا الكترودز، لو بتقيس بين اسلاك الليمز يبقى ليمب ليد، اسلاك التشيست يبقى تشيست ليدز. دي التقسيمه السهله حسب السايت، التقسيمه الاصعب حسب التايب اوف الكترود. لو التو الكترودز عندهم كهرباء هما الاثنين بيكسبلور كهرباء، تو اكسبلورينج تو يبقى نسميها باي بولر، باي بولر ليد. لو وده ثلاثه بس من 12 قياس، لكن لو واحد عنده كهرباء اكسبلورينج والتاني صفر انديفرنت، يبقى حقيقه الامر انت بتقيس عند واحد بس، لان الفرق بين اي حاجه وصفر هي قيمتها نفسها، يبقى ده يوني بولر ليد. تمام، تيجي بقى نتعلم ال 12 ليد يا اولاد. والاول بقول عيب يا اولاد، الكلام ده النيرسز بره عارفاه كويس قوي، فعيب خالص خالص ان احنا نبقى اطباء. وقلت الاي سي جي ده لا يمكن في اي امتحان في الدنيا معادله مش هتمتحن فيه، ده مش بتاع الناس اللي هم اخصائيين قلب كارديولوجيست، لا ده اي دكتور في العالم لازم يبقى عنده فكره عن الاي سي جي، الحكيمات عارفين اللي بقوله ده. ابتدي بقى نقيس ازاي؟ قلت القصه بداها الراجل اللي اسمه انتوفنز، توفنز ده هو اللي عمل الاي سي جي. فانا بتخيل اتي، وتخيل معايا عشان تبقى قصه، انتوفن قعد امام جسم الانسان اللي هي الرسمه اللي قصادك دي وتساءل يعني احط الالكترودز فين؟
يعني عندي الالكترودز اقيس بين اي نقط. فهذا ذهنه الحاجة لطيفة جدا، ان مركز القلب يبعد ابعاد متساوية من ثلاث نقاط، التو شولدرز اهو، والارتقاء العاني اللي هو السيمتس بيوبس. حتى المثلث اللي بيجمع الثلاث نقط ده سمي باسمه انتوفنز تريانجل. يبقى قال بدل ما ابتدي بنقط ملهاش معنى ملهاش طعم، الثلاث نقط دول لزاز قوي. ليه؟ لان مركز القلب يبعد عنهم ابعاد متساويه، عن التو شولدر والسيمتس بيوبس. فلو قست ما بين الرايت شولدر والليفت شولدر يبقى ده ليد 1، ما بين الرايت شولدر والسيمتس بيوبس يبقى ده ليد 2، ما بين الليفت ارم والسيمتس بيوبس يبقى ده ليد 3. فانا بتخيل برضو، خليها قصه تخيليه على فكره ما حصلتش، ان جه واحد قال لانتوفنز يا انتوفنز انت صحيح هتحط الاسلاك على التو شولدر والسيمفيس بيوبس؟ قال له اه. قال له بس ده يستلزم ان العيان يبقى نيكد مالت، يعني اكسبوز الشولدر والسيمفيس بيوبس، والعيانين ما بيحبوش يقلعوا. فايه رايك بدل ما نحط الالكترود على الرايت شولدر نحطه على الرايت ار، والليفت شولدر نحطه على الليفت ار، وبتاع السيمفيس بيوبس بالكاستم بالعاده هنحطه على الليفت ليج بالعاده. واحنا قلنا بتاع الرايت ليج ده ايه؟ ده مش داخل في الحسبه لان ده ارضي. طب واحد قال له بس مش ده يغير الاساس يا انتوفن الجميل، ان مركز القلب بيبعد ابعاد متساويه من الثلاث نقط دول؟ لا ما غيرش. قلنا له ليه؟ قال بص الجلفانومتر، تخيل اهو هنا في الجلفانومتر، الالكترود ده عباره عن ايه؟ عباره عن سلك اهو، اللي انا اتصور ان انا برسم سلك دلوقتي بالليزر. اعتبر يا اخي الليمب ده بقيه السلك بتاع الجلفانومتر، يعني ده السلك بتاع الجلفانومتر، اعتبر الليمب ده بقيه السلك. فانت حاطط على الليفت ارم كانك اكشلي بتقيس عند الليفت شولدر. الارم الليفت ارم والرايت ارم والليفت ليج بيشتغلوا ككوندكتور، تكملة السلك اللي طالع من جهاز الجلفانومتر، هم سلك. فعشان كده العالم كله ما بيحطش النهارده على الليفت شولدر والرايت شولدر والارتقاء العاني اللي هو السيمفيس بيوبس، اللي هم الثلاث نقاط الاساسيه اللي بيبعد عنهم مركز الهارت ابعاد متساويه، ويسموه المثلث بتاعه انتوفنز تراينجل. فبقوا يحطوا على الليفت ار والرايت ار والليفت ليج. وانت فاكر الرايت ليج ده انساه، ده ارضي. طب واحد يقول لي انت حافظهم ازاي ان ده يبقى ليد 1 وده ليد 2 وده ليد 3؟ انا اقولها لك بطريقه لطيفه قصص، وانتوا بتحفظوا القصص احسن اي حاجه، وفي الاخر هنلعب افلام كده بطريقه صغيره عشان تطلع حافظهم صم. ده فضل لنا حته صغيره عليها، صلي من فضل. بص معايا، احنا بنقول الاتي. راجل اسمه تشارلز ديكنز، ده يعني مؤلف انجليزي، كان كتب حاجه عجبتني قوي وهستغلها في القصه دي. قال ان الحيوانات الاربع اطراف بتاعتها اسمها الاورجانز اوف بروبالشن، بتجري بيها. انها في الانسان طلع اذكى من الحيوانات، انه بيجري باتنين بس اللي هو رجليه، واختزل اتنين اللي هم ايديه ما بيجريش بيهم، بيعمل بيهم مانيبيوليشن، يصنع بيهم حاجات. يبقى في الانسان في اتنين بس اورجانز اوف بروبالشن للعدو، واتنين للتعامل اليدوي مانيبيوليشن. فصنع الانسان الحضاره بايديه. من القصه دي تخلص ان مين اهم، ايدين ولا رجلين؟ ايه رايك انت مين اهم من القصه اللي انا حكيتها دي؟ واحد يقول لي طبعا الايدين. يبقى اوعى تنساها. يبقى لما اقيس ما بين التو ارمز الليفت ارم والرايت ارم يبقى ده ليد 1. اوعى تنساها، الايدين دي اهم حاجه، دي الاورجانز اوف مانيبيوليشن اللي صنعنا بيها الحضاره، يبقى ده ليد 1. وانت بقى تساعدني في الباي بولار ليم ليدز، لازم بيبقى الكترود على بوزيتيف والكترود نيجاتيف، نحط مين في ليد 1 بوزيتيف ومين نيجاتيف؟ انا قلت الكهرباء في الهارت بادئه من الاس انود وماشيه تو ذا ليفت اند داونز،
فلما يبقى الاختيار بين رايت وليفت يبقى الليفت هو البوزيتيف والرايت هو النيجاتيف. ده سؤال ام اس كيو. يبقى ليد وان ما بين التو اربس والليفت الليفت الليفت هو البوزيتيف لان احنا عاوزين الكهرباء الرسومات تطلع لفوق فعاوزين نستقبل الديبولاريزيشن على البوزيتيف والكهرباء عموما رايحته ده ليفت يبقى الليفت هو البوزيتيف. طب هاخد ايد مع رجل ابتدي بانهي ايد؟ عندي الايد اليمين والايد الشمال مين اهم في الحياه؟ الايد اليمين. فما اخد الايد اليمين مع الرجل الشمال تبقى ده ليد تو. حتى الواحد لما يثني على واحد يقول له انت دراعي اليمين يبقى ليد تو ما بين الرايت ارم والليفت ليج. والليفت ليج الكهرباء رايحه تو ذا ليفت اند داونز يبقى نخلي مين البوزيتيف الرايت ارم ولا الليفت ليج؟ الليفت ليج هي البوزيتيف. ده سؤال ام اس كيو. طب ثالث حاجه بقى بادئ فاضل الليفت مع الليفت الليفت مع الليفت صح ده ليد 3 مين فيهم البوزيتيف؟ الكهرباء رايحه تو ذا ليفت هما الاثنين ليفت بس داونز يبقى الليفت ليج هي البوزيتيف والليفت ارم تبقى هي النيجاتيف. يبقى سهله. دول اول ثلاثه ليدز عملهم انتوفنز ويسموهم ستاندر باي بولر ليم ليدز. خد بالك الاذكياء في كل ليد لازم تقول لنا هل هو باي بولر ولا يوني بولر وهل هو ليم ولا تشيست ليدز. اظن انا هنا بقيس ما بين الايدين والرجلين يبقى ده ليم ليدز او رحله سهله. طيب هنا في كهرباء وهنا في كهرباء هنا في كهرباء وهنا في كهرباء يبقى باي بولر ليم ليدز. لان ده سؤال ام اس كيو باي بولر ليم ليدز. طب قولوهم انتوا بقى ليد 1 انا عندي الايد اليمين والايد الشمال ورجل الشمال لان الرجل اليمين قلنا دي ارضي ارضي مش داخله في الحساب السلك بتاعها ارضي بيبقى لونه اسود حتى. اقول لكم حاجه لطيفه الاسلاك اتفقوا على تلوينها عشان ما تفكرش في العشر اسلاك فين تحطه فين. فمثلا هدي مثال واحد انه اللي بتحطه على الرايت ارم بيبقى لونه ريد. عارف ليه؟ لان كلمه رايت وريد بيبتدوا بنفس الحرف ار. خلاص ما علينا مش هي دي المهمه هتعرفها بالتمرين. انت قول لي بقى الستاندرد ليم ليدز باي بولر ليم ليدز يبقى ليها اسمين ستاندرد والاول ثلاثه او باي بولر ليم ليدز ما بين رايت ارم ليفت ارم ليفت ليج. تبتدي بمين؟ ليد 1 عندك التين ورجل الشمال تبتدي بمين؟ مين اهم؟ التين ليد 1. طب تخلي مين فيهم البوزيتيف؟ الكهرباء راح تو ذا رايت اند تو ذا ليفت اند داونز يبقى الليفت هي البوزيتيف. طب تاني ليد تاخد انهي ايد مع رجل الشمال؟ انهي ايد اهم؟ اخد الرايت ارم مع الليفت ليج ومين فيهم البوزيتيف؟ الليفت ليج. طب ليد 3 ما بين الليفت والليفت ومين فيهم البوزيتيف؟ الليفت ليج. خلصنا ثلاثة. حلو خالص. كمل. ناخد التسعة اللي فاضلين بقى اللي هم اليوني بولر. يوني بولر ليدز. قلنا دي بقى الحل ان احنا مش عارفين نقيس في نقطة واحدة لان لازم التو الكترونز يبقوا بره. فاحنا بنخلي واحد صفر والتاني بس هو اللي عنده كهرباء واحد بس اكسبلورين يبقى يوني بولر. يبقى تحايلنا على حكايه ان احنا مش عارفين نقيس مونوفيزيك زي النير مش عارفين نحط الكترون بره والكترون جوه لازم الاثنين يبقوا بره. طب خلي واحد فيه كهرباء والتاني صفر يبقى الفرق هو قيمه واحد يبقى كانك بتقيس في نقطه واحده. ده اليوني بولر ليدز. ازاي عملناها؟ ازاي دورني بقى كده معايا فتش في الجسم على نقطه كهرباء فيها صفر. دورت كويس. طالب قال لي ما لقيتش مفيش ولا نقطه في الجسم الكهرباء عندها صفر. النقطه دي اخترعها انتوفنز. انتوفنز انفنتد النقطه دي. لا انتوفن حاجه جميله قوي ان لو وصل الجهاز اللي بيوصل مش هو احنا قلنا الجهاز معقد وبالاف الجنيهات عشان هو انت مجرد في عجله كده تحركها هي تديك اللي انت عاوزه. لو الجهاز وصل الثلاث اسلاك بتوع الليفت ارم والرايت ارم والليفت ليج ببعض الثلاث اسلاك دول بنقطه النقطه دي هيبقى الكهرباء عندها صفر اللي هي يبقى هو ده الانديفرنت الكترود. يبقى بعد كده الجلفانومتر اهو لو اتصل
وان الكترود من الاثنين بتوعه، الجهاز اللي وصله، الجهاز اللي بيعمل الكلام ده، وصل الكترود من التو الكترود بتوع الجالفانوميتر بمحص بالثلاث اسلاك بتوع الرايت ارم والليفت ارم والليفت ليج، هتبقى دي صفر. وبالتالي يبقى نقطه واحده بس اللي عندها كهرباء، يبقى واحد اكسبلورنج واحد انديفرنت، يبقى تملي فرق الجهد هو قيمه الاكسبلورنج. طالب قال لي يعني ازاي لما نوصلهم الثلاثه ببعض يبقى الكهرباء صفر؟ الكلام ده للزملاء مش ليكم. دي لان اثباتها ما بياخدش وقت، فهقولها لك بسرعه، حتى انا مش راسمها، هضطر ارسمها دلوقتي كده في عجله واثبتها لك. ليه؟ هي قانون هندسي بنشرحه في كليه الهندسه اسمه انتوفنز لو. خد بالك دي للهزار، محدش هيسالك فيه، محدش هيسالك في الكلام ده خالص. دلوقتي احنا قلنا القلب في مركز المثلث ده، لو وصلت اي ثلاث اسلاك يبعدوا عن مصدر كهربائي واحد، بيبعدوا ابعاد متساويه عن مصدر كهربائي، لازم النقطه دي يبقى صفر. ليه؟ تعال نشوف، سهله قوي، هتاخد ثانيه عشان نحسبها، ثانيه بس. انا اسف ان انا يعني كان المفروض اوضح، خلاص انا وضبطها يا بنت. تاني انتوفنز لو بيقول ايه في هندسه بنتسلى للزملاء مش ليكم، لو انت خدت اي ثلاث نقط يبعدوا عن مصدر كهربائي ابعاد متساويه وصلتهم بنقطه، لازم الكهرباء تبقى عندهم صفر. دي اسمها انتوفنز لو في كليه هندسه، هثبتها لك تاخد ثانيه عشان نثبتها. ده تعالى انمر الاسلاك. طيب ثانيه واحده بس، غياب الورق المقوى ده، معلش بشتغل في ظروف الضغط ودرجه الحراره اهو. سلك واحد واثنين بيقيسوا فرق الجهد ما بين ار وال، يبقى هي تحت ار ناقص ال. طيب وسلك 2 و3 بس يمشي في اتجاه واحد، بيقيسوا فرق جهد 2 و3 بين ال واف، يبقى ال ناقص اف. وسلك 3 و1 بيقيسوا فرق الجهد ما بين اف وار تاني، يبقى 1 و2 بيقيسوا ار ناقص ال، 2 و3 ال ناقص اف، 3 و1 اف ناقص ار. التلات توصيلات دول مجموعين في نقطة، يبقى نجمع التلات توصيلات دول اهو، التوصيلة دي والتوصيلة دي والتوصيلة دي مجموعين. افتح الأقواس، تخيل ان فتحنا الأقواس، يبقى هنا R هتضيع مع ناقص R، في R مع ناقص R، و L بوزيتيف هتضيع مع ناقص L نيجاتيف، وناقص F مع زائد F هيضيعوا مع بعض، يبقى النتيجة هتبقى كام يا ولاد؟ صفر. انتوفنز لو، فاهم؟ يبقى لا يوجد في الجسم نقطه الكهرباء عندها صفر، النقطه دي انتوفنز خلى الجالفانومتر يعملها. ازاي؟ قال له يا جالفانومتر لما نيجي نقيس اليونيبولر ديمليت، لما تحرك العجله بتاعه الجالفانومتر على نقطه معينه، وصل لي الار والال والاف بنقطه، لازم الكهرباء تبقى عندها صفر. انتوفنز لو في كليه هندسه، اي ثلاث نقط ملهاش دعوه بالاي سي جي يبعدوا ابعاد متساويه عن مصدر كهربائي اللي هو في حياتنا القلب، لازم محصلتهم تبقى صفر، لان السلك الاول والثاني بيقيسوا ار ناقص ال، والثاني والثالث ال ناقص اف، والثالث والاول اف ناقص ار. الثلاث توصيلات مجموعين في نقطه بلس بلس مجموعين، افتح الاقواس تلاقي النتيجه صفر. ده فين النقطه اللي الكهرباء عندها صفر؟ في نقطتين برضه عاوزين نفهم اي سي جي مظبوط، لانك لو ما فهمتوش مع العبد الله عمرك ما انت فاهمه باختصار شديد. بس الظروف صعبه شويه. طيب يبقى لما الجالفانومتر اللي هو تملي بيقيس ما بين نقطتين تبقى نقطه منهم متصله بمحصله الثلاثه هتبقى صفر، والنقطه الثانيه هي الاكسبلورينج. النقطه اللي صفر دي
بتبقى جوه الجهاز متصله بريزيستنس 5000 اوم. ليه؟ برضو بقولها للزملاء مش ليكم. انتوفنز لو بيقول لو وصلت ثلاث نقط يبعدوا ابعاد متساويه عن مصدر كهربائي اللي هو في حالتنا الهارت هتبقى النتيجه صفر. هل تتصور في الانسان مركز الهارت في كل الناس بيبعد ابعاد متساويه تماما من الثلاث نقاط؟ لا طبعا مش ممكن. يبقى يعني ممكن يبقى في كهرباء ضعيفه هنا واحنا عاوزينها صفر، فكان لابد من قتلها بريزيستن 5000 اوم، لان القانون ده قانون هندسي يلتزم ان مصدر الكهرباء اللي هو الهارت في حالتنا يبعد ابعاد متساويه بالظبط من ثلاث نقاط اللي هو صعبه في كل الناس، فغالبا النتيجه مش هتبقى صفر، قريبه حاجه فوق الصفر بحاجه خفيفه، تحت الصفر بحاجه خفيفه. يبقى الحل نحط ريزيستنس. يبقى دلوقتي في كل اليونيبولر ليدز الجالفانومتر بيقيس فرق جهد بين نقطة بيكتشف عندها كهرباء اكسبلورينج ونقطة تانية معروفة في كل اليونيبولر التسعة اللي جايين متصلة بالار والال والاف، فيسموها يونيبولر ليدز، ويرمز لليونيبولر ليد بالحرف في. في في لغة اي سي جي اللي هعلمها لكم سهلة جدا، هنرمز لليونيبولر بالحرف في. ليه بقى؟ واحد يقول لي ده كلمة يونيبولر ما فيهاش حرف الفي، طب ليه بقت في ليد معناها يونيبولر ليد؟ يا اخي فكر، هو عشان يبقى عندك يونيبولر ليد كان لازم توصل التلات نقط الار والال والاف دول، ما هو الليفت ارم بيرمز ليها بالال والرايت ارم بالار والليفت ليج بالاف، كان لازم توصلهم بنقطه. طيب التلاته دول اهو، بص لي هنا التلاته دول اهم هنا وهنا وهنا بيصنعوا رؤوس مثلث شكلها زي حرف الفي. فما يقول لك في ليد يعني افتكر الليد اللي فيه الكترود متصل بالثلاث نقط اللي بيعملوا حرف الايه؟ الفي. عشان كده بقى في ليد معناها يونيبولر، معناها ان في الكترود من الاثنين بتاع الجربرومتر متصل بالثلاث نقط دول يبقى بصفر، ونقطه بس هي اللي عندها كهرباء. تمام يا شباب؟ نكمل. لو حطيت النقطة دي، لو الاكسبلورنج الكترود ده حطيته مرة على ال، شوف لغة الاي سي جي سهلة قوي، يبقى هيقيس فرق الجهد بين ال والنقطة دي اللي هي صفر يسموها في ال، ومرة على الار تبقى في ار، ومرة على الاف يبقى في اف، ويسموا ده يوني بولار لين بليد. اليوني بولار لين بليد ده بطلوه من زمان. ليه؟ لقوا حاجة لذيذة قوي. لو أنا بدل ما أقيس فرق الجهد بين ال والثلاث نقط ال والار والاف، ال قلنا stands for left arm والار for right arm والاف for left leg، خلاص؟ لو انا قست الليفت مش مع الثلاث نقط اللي ال واحد فيهم، لا مع النقطتين اللي فاضلين اللي هم الار والاف كده اهو، يبقى بدل ما اقيس الليفت مع الثلاثه اللي هم صفر هقيس مع الاثنين اللي فاضلين الار والاف، فرق الجهد يبقى اكبر مره ونص، نفس الشكل ده سيم كونفيجريشن وفرق الجهد يبقى مره ونص اكبر 50% زياده. انت عاوز رسومات كبيره ولا صغيره؟ كبيره. عشان كده العالم كله بطل التيبيكال يونيبولار ليدز اللي هي بنقيس كل ليم من الثلاثه مع محصله الثلاثه اللي هي صفر، بقينا نقيس كل ليم مع الثلاثه مع محصله الاثنين اللي فاضلين، تطلع الرسمة فرق الجهد أكبر مرة ونص. وعلى فكرة على فكرة لها إثبات رياضي، بس لأن مش عاوز نقعد الإثبات الأولاني كان خد دقائق، ده هياخد فترة طويلة، إنما لها إثبات وكان جوجلت فبلاش فيها. العالم النهاردة بقى بيقيس حاجة اسمها Augmented Unipolar Limb Leads، بيقيس بالصلي بقى، شوف لغة الإي سي جي جميلة قوي. ايه يعني اوجمنتد؟ يعني مقول انها اقوى مره ونص، في ان في الكترود على ثلاثه صفر، بس ده طبعا قلنا الاوجمنتد ما هوش تيبيكال يونيبولر، انت بتقيس مع ثلاث نقط مع نقطتين اللي فاضلين اف، يبقى بقى عندي اي في ار واي في ال واي في اف. في لغه الاي سي جي اي في ار يبقى في الكترود على الار والثاني على الاثنين اللي فاضلين،
AVL الكترود على ال والتاني على محصلة الاثنين اللي فاضلين. AVF يبقى الكترود على الاف والتاني مع محصلة الاثنين اللي فاضلين. يبقى كده خلصنا 6 ليدز. تعال بقى نقولهم بطريقة لطيفة عشان ما تتوهش. I promise you حاجة واحدة هتطلع حافظهم صم. ده I promise you. بص معايا. هاخد اول ثلاثة ليدز من الاثناشر اسمهم باي بولر لين بليدز، يعني الاثنين اكسبلورينج. ليد 1 ما بين الرايت ارم والليفت ارم، ليد 2 ما بين الرايت ارم والليفت فوت، ليد 3 ما بين الليفت والليفت. طيب تاني بقى ثلاثة اسمهم مش يونيبولر لين بليدز. لو كانوا يونيبولر كنت هاخد واحد مع محصلة الثلاثة، لكن انا باخد واحد مع محصله الاثنين اللي فاضلين. المهم الواحد لوحده ده لو اليمين يبقى يسموه اي في ار، لو الشمال يبقى اي في ال، لو الرجل مع الاثنين اللي فاضلين الرجل مع الاثنين اللي فاضلين يبقى اي في اف. يبقى سهله، يبقى جربها انت كده. يبقى انت قلنا اي جالرومتر بيقيس بين نقطتين، النقطه اللي سايبه لوحدها هي دي اللي عليها الاكسبلورنج، دي المهمه. لو هي على الار تبقى اي في ار، على ال يبقى اي في ال، على الاف يبقى اي في اف. يبقى بتاخد نقطه دي المهمه كان مفروض مع محصله الثلاثه اللي هي واحده فيهم، بس لو خدناها مع النقطه الثانيه ومحصله الاثنين اللي فاضلين بس يبقى رسمه مكبره مره ونص. طيب ندخل بقى على الاسهل اللي هو يونيبولار تشيست ليدز. هنا بقى اليونيبولر تشيست ليدز يا ولاد دي تيبيكال يونيبولر ليد، يعني الجلفانومتر عنده 2 الكترودز، الكترود منهم هيتصل مع الثلاثه ليمز الار والال والاف يبقى دي بصفر، والالكترود الثاني هيبقى احد الست اسلاك اللي حاطينهم على التشيست. يعني مره نقول له قيس مع السلك ده يبقى يسموها في 1، وبعدين السلك الثاني اللي حاطينه هنا في 2، السلك الثالث يبقى في 3، الرابع في 4، الخامس في 5، السادس في 6. الحاكمات يا اولاد حافظه مواضع السته اسلاك اللي محطوطين على التشيست. فتعال نفكر، يبقى هم في ست اسلاك هنحطهم على التشيست على الهارت. في اليونيبولار تشيست ليدز هنقيس ما بين سلك بالسته، هو ده الاكسبلورنج، هو ده المهم. وعشان يبقى يونيبولر السلك الثاني يبقى هو محصله الثلاثه ليمز اللي هو اثبتها انتوب انها صفر. تفتكر نحط معظم الاسلاك على الرايت ولا على الليفت؟ فكر معايا، ولا ثلاثه رايت وثلاثه ليفت؟ ايه رايك انت؟ طالب ذكي قال لي لا طبعا خمسه من السته نحطهم على الليفت لان الهارت معظمه ناحيه الليفت، الهارت رايح للليفت. فحط خمسة من الستة على الليفت وواحدة بس على الرايت. الحكيمات حافظاه فأنا عاوزك تحفظهم معايا، وعندي طريقة سهلة ومستخدم الألوان حلوة قوي. في 1 وفي 2 أنت اللي هتركب الأسلاك، على فكرة الأسلاك اللي طالعة من الجهاز حضرتك اللي بتحطها. ففي 1 هتحطه في الرايت انتركوستال سبيس اللي هو السبيس ما بين التو ريبز نمرة 4 ونمرة 5، ده يبقى الفورس انتركوستال سبيس على باراستيرنال جنب الاسترنال. يبقى في 1 موجود في الفورس سبيس رايت، ده الوحيد اللي رايت باراستيرنال. طيب في 2 في الفورس سبيس برضو بس ليفت. يبقى حلو دول يتحفظوا مع بعض، يبقى في 1 وفي 2 واحد الاثنين محطوطين في الفورس سبيس باراستيرنال يعني جنب الاسترنال، واحد رايت بس اللي هو في 1 والثاني ليفت. طيب انزل لفي 4، في 4 هننزل سبيس هنحطه في الفيفث سبيس 100 كلافيكولار لاين في نص الكلافيكل. طب وفي 5 وفي 6 في نفس الهوريزونتال لاين بتاع في 4، يبقى هوريزونتال ايفن وش بي 4، هما الثلاثه يبقوا على لاين واحد، بس ده 100 كلافيكولار وده انتيرو اكزيلري وده 100 اكزيلري. يبقى 100 كلافيكولار انتيرو اكزيلري وبعدين 100 اكزيلري
طب يبقى في في 3 ما جبناش سيرته. قال لك في 3 ده ما بين في 3 وبي في 4، يبقى غالبا هيجي على الريب اللي بيفصل الفورس سبيس عن الفيفث سبيس. يبقى سهلين جدا. هتحفظهم ازاي يا اولاد؟ في 1 مع في 2 هما الاثنين في الفورس سبيس. هما الاثنين فين؟ في الفورس سبيس، واحد رايت والتاني ليفت باراستيرنال. طيب هنحفظ 4 و5 و6 مع بعض، ننزل سبيس بدل ما يبقى في الفورس هنبقى في الفيف سبيس ليفت، كلهم ليفت. هنا في الفيف سبيس ليفت والتانيين مش لازم فيف سبيس، هوريزونتال ايفن مع في 4. بعض الناس يقول لك هما اتنين في الفي سي في الفيف، على فكره مش شرط. هو اهم واحد ان في 4 يبقى في الفي في الفيف سبيس ليفت، انما في 5 وفي 6 يبقوا مع نفس اللاين مع الهوريزونتال لاين معاهم. وفي 3 ما بين في 2 وفي 5، دول يبقوا ال 12 ليدز. طالب قال لي على فكره احنا ليتل بيت كونفيوزد، وانت وعدتنا ان ما حدش هيخرج النهارده غير حافظ المواضع بتاعتهم كويس قوي. الاول عاوز برضو اقول لك حاجه لطيفه نبقى عارفينها مع بعض يا اولاد، ان هرسم رسمه برضو. قلنا ان جهاز الاي سي جي بيبقى طالع منه 10 اسلاك خلاص، وبعدين في عجله بتحطها على تقول عاوز ليد 1، يبقى انت بتؤمر الجهاز فهي تجيب لك اللي انت عاوزه، تحط العجله دي على ليد 2 ليد 3 وهكذا. اهي حتى هوريك الرسم اهو، يعني ده جهاز الاي سي جي طالع منه 10 اسلاك، هترمي 4 على الفور ليمز فيهم الاسود ده على الرايت ليج اللي هو ارضي، و6 اسلاك معلش مش هسمهم 10 بالظبط، هترميهم على التشيست في المواضع اللي قلناها، قولها نحفظها مع بعض. وبعدين الجهاز فيه عجله، انت لما تقول للجهاز لما تحط ليد 1 على النقطه دي اللي قصاده تقول له قيس لي ليد 1، يبقى انت امرت الجهاز انه يقيس لك فرق الجهد ما بين السلك اللي على الرايت ار واللي على الليفت ار. ليد 2 يبقى رايت ار وليفت ليج، ليد 3 يبقى ليفت وليفت اند سو اون. فتعال بقى نشوفهم ازاي بنعملهم، وبعدين هنتسابق فيهم مع بعض، نعمل مسابقه صغيره كده جميله وحلوه هتعرفها لكم بطريقه جميله خالص. تاني بصوا معايا يا بنات، قلنا ان الليد هو البوزيشن اوف ذا تو الكترودز. انا عندي 3 باي بولار ليم ليدز اللي هم الستاندرد ليم ليدز، بيبقى دول التلاتة بس اللي فيهم التو الكترودز اكسبلورينج. فلو حطيت واحد على الرايت ارم والتاني على الليفت ارم يبقى ده ليد 1. واحد هنا قلنا مين فيهم اللي يبقى بوزيتيف، فكر فيه، الكهرباء رايحه تو ده ليفت، يبقى ده الليفت ولا البوزيتيف. طب اخد انهي ارم مع الفوت؟ لو خدت الرايت ارم مع الدراع اليمين، قلنا الدراع اليمين مع الليفت فوت يبقى ده ليد 2، ومين اللي يبقى بوزيتيف؟ الكهرباء رايحه الفوت يبقى هو البوزيتيف. طب لو خدت الليفت ارم مع الليفت فوت هما الاثنين ليفت، مين البوزيتيف؟ الكهرباء رايحه تو ذا ليفت وذا ليفت اند داونز، يبقى الفوت هو اللي بوزيتيف. يبقى اما يبقى باي بولر بيم ليد لازم تقول لنا مين بوزيتيف ومين نيجاتيف، هي دي اللي صعبه. ليد 1 ليد 2 ليد 3. نيجي الاوجمانتد يونيبولر بيم ليدز، في عندي اي في ال اي في ار اي في اف، سهل قوي، دقق في الحرف. لو اي في ال يبقى هتحط الاكسبلورنج على الليفت ار، اي في ار يبقى الاكسبلورنج على الرايت ار، اي في اف يبقى الاكسبلورنج على الليفت ليج اللي هي الفوت. طب والتاني على محصله الاثنين اللي فاضلين، يبقى الاكسبلورنج في الاي في ال على ال، في الاي في ار على الار، في الاي في اف على الاف. طب والتاني على الاثنين اللي فاضلين، هنا الار والاف، هنا ال ال والاف، هنا الار والال. وقلنا الاكسبلورنج يبقى هو البوزيتيف، ده مالي هنا في واحد بس اكسبلورنج يبقى هو ده البوزيتيف ودول النيجاتيف. طب نيجي اليونيبولار تشيست ليدز، ده بقى تيبيكال يونيبولار، يعني فعلا الانديفرنت صفر لانه محطوط على محصله الثلاثه ليمز الار والال والاف اهم. طب والاكسبلورنج قلنا نحفظهم بطريقه حلوه، في 1 وفي 2 مع بعض تحطهم في الفورس سبيس باراستيرنال، بس واحد رايت والتاني ليفت. طيب في
4 و5 و6 انزل سبيس بدل في الفورس سبيس فيفث سبيس ليفت. الأربعة في 100 كلافيكولار وخمسة في الأنتيرو أكزيلري وستة في 100 أكزيلري وكلهم إن لاين مع V4. طيب أما V3 فده ما بين V2 V4. أنا بقول لك طريقة جميلة يا ولاد. يبقى الأساس في الانتوفن سترانجل ثلاث نقط صح، اللي هو الرايت آر والليفت آر والليفت فوت. انت مره بنقيس نقطه مع نقطه، ده البايبولار ليم ليدز، مره نقطه مع الاثنين اللي فاضلين، ده الاوجمنتد بايبولار ليم ليدز، مره ثلاث نقط مع نقطه بس نقطه مش ليم هنا محطوطه على التشيست، ده اليونيبولار تشيست ليدز. تعالوا بقى، كنت تملي بحب نلعبها في المحاضرات افلام، وتعالوا نلعب الافلام دي وبصوا معايا قواعد اللعبه. انا الاول هوريك ازاي بنلعب الافلام دي، سهله قوي. لما انا اشاور لك كده يبقى انا حاطط على الرايت ارم والليفت ارم، فانت تقول ليد 1 ما بين الدراعين ده ليد 1. طب هاخد دراع مع رجل، لو خدت يبتدي اني دراع الاهم الرايت، الرايت مع الليفت فوت يبقى ده ليد 2. لو عملت كده يبقى الليفت فوت مع الليفت ليج يبقى ده ليد 3 تاني. يبقى اما اعمل كده خد بالك في اي ليد الجالفانومتر بيقيس ما بين كام نقطه، ما بين نقطتين عنده 2 الكترودز. فلو خدت الاتين الرايت ار مع الليفت ار يبقى ده ليد 1. لو هاخد ايد مع رجل مين الاهم اليمين، الرايت ار مع الليفت فوت تبقى ليد 2، الليفت مع الليفت يبقى ليد 3. ادي اول ثلاثه حفظناها. طب نيجي الاوجمنتد يونيبولار ليمتس، لو كان يونيبولار ليمتس كنت خدت ليم مع محصله الثلاثه، لكن انا هاخد واحد مع اثنين عشان تبقى مكبره بره ونص. ده في الواحد، لو خدت ده مع الاثنين دول ده المهم، يبقى اي في ار ار ده المهم. لو خدت ده مع الاثنين اللي فاضلين يبقى اي في ال، لو خدت ده مع الاثنين اللي فاضلين يبقى اي في اف. يبقى لما اعمل كده انتوا تقولوا ليد 1، لما اعمل كده ليد 2. طيب لما اعمل كده يعني انا واخد الثلاثه مع بعض يبقى ده صفر. طبعا ما عنديش اربع رجلي فعشان كده كده بقينا ده في، ده بقى اي في، حط مع نقطه على التشيست، انت تشوف احط فين بقى. يبقى كده اما اخد تاتا مع بعض يبقى ده تيبيكال يونيبولر، يبقى ده اليونيبولر تشيست ليدز، ثلاث نقط بصفر مع نقطه على التشيست، ما هو جاب نقطه بيس بين نقطتين. لو حطيت النقطه دي على الرايت سايد ما فيهاش تفكير تبقى دي في 1، حطيتها على الليفت سايد جنب الاسترنوم تبقى ده في 2. خلاص؟ هنزل سبيس بقى في الفيف سبيس، هنا الاشاره مهمه. كده في 100 كلافيكولار يبقى ده في 4، انتيرو اكزيلري يبقى في 5، 100 اكزيلري يبقى في 6. الوحيده اللي مش هعرف العبها اللي هي في 3 ما بين في 2 في 4. يبقى تاني اما اعمل كده يبقى الثلاث نقط مع بعض يبقى ده تيبيكال يونيبولر، دول بصفر مع نقطه على التشيست، واحد بس اكسبلوري. كده مع دي تبقى في 1، ليه؟ لان هذه الوحيده من ناحيه الرايت، دي وجنب الاسترنوم تبقى في 2، هما الاثنين في الفورس سبيس بارا استرنوم، واحده رايت واحده ليفت. طيب 4 و5 و6 هاخدهم واقفل 100 كلافيكولار انتيرو اكزيلري 100 اكزيلري، نمره 4 في الفيف سبيس والاثنين مع الهوريزونتال ايفن معاهم، يبقى في 3 ما بين الاثنين. يبقى ثاني يا اولاد، اي جالفانومتر بيقيس بين كام نقطه؟ نقطتين، عمره ما يقيس بين لا ثلاثه ولا واحد. لو خدت نقطه مع نقطه تبقى ده يونيبولار ليم بليدز، خدت ليمب مع تو ليمبس يبقى ده اوجمنتد يونيبولار ليم بليدز. يبقى تاني نقطه مع نقطه يبقى ده بايبولار ليم بليد، تو ليمز مع بعض يبقى بايبولار ليم بليدز، وهنا واحد الاثنين اكسبلورنج، لازم تقول لي مين فيهم النيجاتيف ومين البوزيتيف. كهرباء رايحة تو ذا ليفت اند داونرز، يبقى كمان الليفت هو البوستيف والداونرز هو البوستيف، يبقى ده باي بولار ليمب ليدز. لو خدت ليمب واحد مع تو ليمبس يبقى ده اوجمنتد يونيبولار ليمب ليد، تمام. لو خدت التلاته ليمبس بصفر مع نقطه على تشيست يبقى ده يونيبولار تشيست ليدز. يبقى انت فاهم الجهاز فين النقط. تاني يا ولاد، ده قوله بالترتيب، ده ليد 1 للتين
ليد 1. طب مين البوزيتيف؟ كهرباء رايحه تو ذا ليفت اند داون، يبقى ليفت اور بوزيتيف. طيب رايت ارم مع ليفت فوت يبقى ده ليد 2، كهرباء رايحه تو ذا ليفت اند داون يبقى ده اللي بوزيتيف. الاثنين ليفت يبقى ده ليد 3، بس يعني في واحد بوزيتيف. الاثنين اكسبلور اللي تقول لي مين البوزيتيف، يبقى الليفت فوت هو البوزيتيف. في التسعه اللي جايين اللي هم اليونيبولر الاكسبلورنج هو البوزيتيف. مش هنسال السؤال ده، هلعب بالليمز برضو. ليمب مش مع ليمب، ليمب مع الاثنين، نقطه مع الاثنين، النقطه الثانيه على الاثنين الثانيين، يبقى ده اوجمنتد يونيبولر ليمب ليدز. وقلنا لو كانوا خدوا واحد مع الثلاثه كان بقى يونيبولر ليمب ليدز، بس ليه خدوا واحد مع الاثنين؟ عشان مكبره مره ونص واحنا عاوزينها كبيره. النقطه اللي سايبه هي المهمه، لما اعمل كده مع اثنين يبقى ده اي في ار، كده مع اثنين اي في ال، دي مع الاثنين دول اي في اف. لما اخد الثلاثه دول بقينا صفر، ده 100% الثلاثه مع بعض بصفر انتوبنز لو مع واحده على التشيست. الفورس سبيس ده في 1 وفي 2، الوحيده اللي على الرايت هي في 1 واللي على الليفت باراسترنال في 2. 4 5 6 ليفت بس واحده 100 كلافيكول انتيرو اكزيلري 100 اكزيلري تمام، وفي 3 ما بين في 2 وفي 4. مش هقولهم بقى بالترتيب المره دي، شوف هتقولهم ازاي. انا متخيل انكم بتجاوبوا معايا. يبقى انت يبقى قواعد مسابقه يا اولاد، هتجاوب حاجه من 12، وضف في ذهنك حاجه 12، يا ليد 1 يا ليد 2 يا ليد 3 يا اي في ار يا اي في ال يا اي في اف، ثلاثه وبعدين من في 1 لفي 6 بس. انا عاوزك بقى بسرعه تختار، نقول لهم اخر مره بالترتيب، ليد 1 ليد 2 ليد 3 بعدين اي في ار اي في ال اي في اف. خدت الثلاثه مع هنا يبقى ده في 1 في 2 ال 100 كلافيكولار يبقى في 4 وبعدين انتيرو اكزيلري تبقى في 5 100 اكزيلري تبقى في 6. يلا من غير ترتيب بقى يا اولاد، مين اللي عنده مقدره؟ دي مع دي دي 2، طيب 2 مع دي تبقى اي في ار، طيب 3 مع دي الوحيده اللي رايت تبقى في 1 ليد 1 وبعدين اي في ال 3 مع دي في 6. عاوز بقى اولاد تلعبوها مع بعض خلاص. تاني يبقى عندي كام ليدز؟ عندي 12 ليدز، 3 بس هما اللي باي بولر، الاثنين اكسبلورنج، دي ما بنحبهاش، احنا عاوزين واحد اكسبلورنج والثانيه صفر. ليد 1 ليد 2 ليد 3 بقى ناخد نقطه مع 2 يبقى اي في ار اي في ال اي في اف، وناخد الثلاثه مع نقطه على التشيست تبقى من في 1 لفي 6. حلوه؟ يبقى سهل. فاضل شوية تعقيبات خفيفة ونقفل كده كفاية علينا النهاردة كده. بصوا معايا دلوقتي، احنا عندنا حاجة اسمها عاوزين نعرف، يعني احنا قلنا قاعدة حلوة ان كل ما كان الكهرباء بتاع الفيكتور محصلة الكهرباء موازية للليد هتتقاس حلوة قوي، عمد على الليد تتقاس وحش قوي. فعندنا حاجه اسمها اكزل ريفرنس سيستم وهكس، يعني 6 اكزل ريفرنس سيستم، عشان ما نلخبطكوش اهو نشيلها دلوقتي. انا عاوز اشوف يعني ليد 1 وليد 2 وليد 3 ايه احلى اتجاه لفيكتور يقيسوه. بص معايا، ده انتوبنز ترانجل يا اولاد اللي هو ليد 1 ما بين الرايت ارم والليفت ارم، حتى قلنا الليفت هي البوزيتيف. ليد 2 ما بين الرايت ارم والليفت فوت، وقلنا الليفت فوت هي البوزيتيف. ليد 3 ما بين الليفت والليفت ودي البوزيتيف. فقال لك انت حرك الثلاث اضلاع بتاع الانتوبنز بحيث تجيبهم عند مركز القلب، يعني حرك ليد 1 ليد 2 ليد 3، ده اللي عملته في الرسمه اللي جنبها. فحركت اهو ليد 1 اللون الازرق هنا مع الازرق. قبل ما اقول لك بقى عاوز نتفق على الدرجات، اعتبر دي منقلة.
هنا صفر، دي كده زائد 90 تحت، فوق ناقص 90. هتسألني طبعا هو ليه اعتبره تحت زائد 90 وفوق ناقص 90؟ انت اللي هتجاوبها. احنا لما يبقى الاختيار بين فوق وتحت بنحط البوزيتيف الكترود فين؟ تحت. عشان كده دي صفر، دي زائد 90 ودي ناقص 90، ودي هنا زائد 180. طيب لما انت حركت ليد 1 هنا لحد مركز القلب، يبقى جه عند الزيرو، يبقى اي فيكتور ماشي في هذا الاتجاه يتسجل حلو جدا في ليد 1. طيب حرك ليد 2 اهو باللون الاسود، هحركه كده لحد اجيبه عند مركز القلب، اهو حركته جبته اهو هنا عند مركز القلب. يبقى هنا جه البوزيتيف الكتروب بتاعه، ما احنا قلنا هنا البوزيتيف تحت عند زائد 60. يبقى لو في فيكتور ماشي في هذا الاتجاه هيتسجل حلو قوي في ليد 2. وعلى فكره ليد 2 ده موست تيبيكال ليد، عارف ليه؟ لان معظم الكهرباء في القلب بص اتجاهها ازاي، تو ذا ليفت اند داونز، عشان كده ليد 2 احسن ليد بيتسجل فيه كل الكهرباء، سموه التيبيكال ليد. حرك ليد 3 بقى كده، جيبه عند مركز القلب اهو جه هنا، يبقى هنا 0 زائد 90 زائد 120. يبقى احسن كهرباء تتقاس في ليد 3 اللي هي اتجاه الديبولاريزيشن رايح ل 120، ده اسمه الاكزيال ريفرنس سيستم. يبقى ليد 1 احسن كهرباء قاسها اللي ماشيه هوريزونتال عند 0، ليد 2 احسن كهرباء قاسها اللي رايحه ناحيه زائد 60، ليد 3 احسن كهرباء قاسها اللي رايحه زائد 120. طب سؤال لطيف في الام اس كيو، طب لو كهرباء رايحه عند زائد 30 يبقى هتتسجل ايكوالي في ليد 1 وليد 2 في النص بالظبط، يبقى اللي هنا زاهد ده سؤال. نيجي الهكس، الهكس يعني 6 هكس اكزا ريفرنس سيستم، هنجيب بقى السته ليه ليد نشوف وضعهم. احنا قلنا خلصنا من ليد 1 وليد 2 وليد 3 اللي قلنا 0 وبعدين 60 وبعدين 90. هنحرك بقى الاي في ار والاي في ال والاي في اف. الاي في ار قلنا البوزيتيف الكترود على الرايت ار، وده الوحيد اللي البوزيتيف على الرايت، عشان كده لو كنت فاكر الرسمه كانت بتطلع مقلوبه، وريتها لكم في اول المحاضره اهو. يعني مين الصوره الوحيده اللي بتتشقلب فيها الاي سي جي؟ اللي هي الاي في ار، عشان انت البوزيتيف الكتروب بيبقى على الار وكلهم ماشيين كده، فبيطلع الاي سي جي معظمه نيجاتيف لتحت اهو عكس الليد الثاني الاي في ار. فالاي في ار واي في ال واي في اف اهو ده مركز القلب. احنا قلنا البوست الكترود على الليفت ار، طب الليفت ار دي موقعها فين يا اولاد؟ تبقى موقعها هنا عند ناقص 30. طب والاي في اف، الاف دي موقعها فين؟ عند زائد 90. طب والاي في ار عند فوق يبقى ناقص، ناقص 150، ما هو كده ناقص 90 وكمان شويه يبقى ناقص 150. ايه قيمه السيستمز دي؟ بتقول لك الاتجاه الكهرباء يتسجل احسن في انهي ليد. يبقى في ليد 1 يتسجل زي الفل لو كانت الكهرباء ماشيه هوريزونتال، يعني رايحه في الزاويه 0. ليد 2 لو الكهرباء ماشيه كده يبقى رايحه لزائد 60. ليد 3 يبقى ماشيه كده لزائد 120. اي في اف ل 90 بالظبط، اي في ال لناقص 30، اي في ار لناقص 150. ده الهكسل سيستم. حاجتين صغيرين هنقولها ونقفل بكده عشان نبقى خلصنا الريكوردنج، هراجعه بسرعه واقفل. فاضل لي حاجتين صغيرين خالص. احنا التشيسلي، احنا السؤال الاول هو احنا ليه يا اولاد عملنا 12 ليدز؟ يعني ليه حطينا الالكترودز في 12 وضع؟ ليه ما بنحطش الالكترودز في وضع معين ونقيس مره واحده وخلاص؟ انا هقولها لك بطريقه لطيفه. هو لو انا عاوز اجيب الابنورمالتي في حضرتك، عاوز اصورك واجيب الابنورمالتي فيك، ينفع اصورك من زاويه واحده؟ يعني لو خدتك من وجهك كده مش هعرف اذا كان في عيب في قفاك،
لو خدتك من ناحية اليمين بس مش هعرف لو في ناحية الشمال فيها ديفكت، والعكس بالعكس لو خدتك من فوق مش هعرف اللي في دقنك. فليه احنا بنحط الالكترودز في 12 وضع مختلف حوالين القلب؟ عشان نجيب الابنورماليتي في كل القلب. فمثلا مثال لطيف هنا في من V1 ل V6، من V1 هنا ل V6، قال لك V1 ده كانت ناحية الرايت، فV1 وV2 دول يشوفوا لك كويس قوي الأمراض اللي في الرايت فنتيكل. طب وV5 وV6 اللي هما كانوا عند الأنتيريو أكزيلر وميد أكزيلر الناحية التانية، دول يجيبوا اللاترال بارت اوف ليفت فنتيكل. طب وV3 و4 اللي في النص يجيب لك السيبتم. يبقى تاني اهو، يعني 1 و2 يجيبوا الرايت فنتيكل، 5 و6 يجيبوا الليفت فنتيكل، طب اللي في النص يجيبوا السيبتم والهارت كده. يبقى دول الرايت اول اثنين، ودول الليفت اخر اثنين، واللي في النص يبقوا السيبتم. كلام بسيط في الام اس كيو جدا. طيب عيان عنده جلطه في القلب، موتت حته في القلب، عاوزين نعرف يعني ازاي بيعرفوا اني حته ماتت في القلب من الليد اللي باين فيه التغيرات. فالاول عاوزين ايه، انا مش عاوز اخبطك فيها، عندي طريقه جميله خالص. خلينا نخلص الاول من اليونيبولار تشيست ليدز اللي هي من V1 ل V6. خلاص V1 و V2 دول قلنا بيصوروا الفرونت اوف ذا هارت، الهارت من قدام، متخيلهم انت. وV5 و6 اللي هو كانوا ميد اكزيلري وانتيرو اكزيلري، دول بيصوروا اللاترال ليفت بارت اوف ذا هارت، بيفيو يعني بياخدوا الصوره، فيو يعني الصوره اللاترال ليفت بارت. وقلنا اللي في النص V3 وV4 دول بيجيبوا السبت. يبقى تاني اهو نخلص من التشيست ليدز، يبقى V1 وV2 بيجيبوا الفرونت، وV5 و6 بيجيبوا اللاترال، وV3 و4 بيجيبوا السبتم. الصعبة بقى في بتوع الليم ليدز، بس هنعملها بطريقة سهلة قوي. هرجعك للأكزيال سيستم تاني. لو أنت عاوز تصور الهارت، مين من تحت؟ مين أحسن ثلاثة ليدز البوستيف الكترود بتاعهم تحت اهم؟ V2 عند ناقص 60، وV3 عند ناقص 100، اسف عند زائد 60، وهنا عند زائد 120، وعند زائد 90. فيقول لك احسن تصوير الهارت من تحت يبان في ليد 2 و3 والاي في اف. تبقى عارفها اهو، فهمت جت ازاي بالرسمه تفهمها حلوه قوي قوي. طيب ده فروم بيلو. طب احسن تصوير للليفت سايد اوف ذا هارت، الليفت سايد اهي الناحيه دي، يبقى بالاضافه ل في 5 و6 بالاضافه هتاخد في ليد 1 اهو، ليد 1 والاي في ال. فهمت؟ لو انت مش فاهم الرسمه دي لا يمكن هتعرف تجاوب الام اس كيو. عيان عنده جلطه بوظت الحته اللي تحت في الهارت، هبان في انهي ليد؟ هبان في الليدز اللي البوزيتيف الكتروب بتاعهم تحت، اللي هم ليد 2 و3 والاي في اف، لان ده عند زائد 60 وده زائد 90 وده زائد 120. فاكر؟ طيب لو انت عاوز تجيب الليفت لاترال سايد، احنا قلنا طبعا في 5 و6 دول في الليفت لاترال سايد، ومعاهم مين؟ مين اللي رايحين للليفت برضه البوست؟ ليد 1 والاي في ال. ادي القصه. يبقى اخلص الاول، شوف انا بعملها بطريقه جميله قوي. الفي 1 في 2 في 3 في 4 انت خلص منهم لوحدهم، دول في 1 وفي 2 زي ما قلتهم لك عليا من قدام، يبقى دول يبينوا الفرونت. في 5 و6 دول كانوا في الاكزيلا، يبقى دول الليفت لاترال سايد. في 3 و4 دول السبتم. طب من تحت تجيب 2 و3 والاي في اف. طيب الليفت لاترال سايد بالاضافه لفي 5 وفي 6 شفنا ليد 1 والاي في ال. اخر سطرين بقى ونعمل مراجعه سريعه. ايه اهميه الليم ليدز؟ الليم ليدز بيقيسوا في انهي بلين الهارت؟ في الفرونتال بلين. طب والتشيست ليدز في الهوريزونتال؟ طيب قال لي فاهمني. سهل قوي. الليم ليدز ما بين الفور ليمز، لو انا لطعت نفسي كده على الحيطه الفور ليمز كده بالظبط اهو كده، الفور ليمز على الحائط كده، مين البلين اللي هياخده معايا؟ الفرونتال بلين. يبقى كان الليم ليدز بيقيسوا الهارت في الفرونتال بلين. لكن لو انا خدت من في 1 لفي 6، مين البلين اللي بياخدهم؟ هو السته الهوريزونتال بلين. لو مش فاهم مش هتجاوب ولا سؤال في الام اس كيو.
يبقى الليم ليدز بيقيسوا الكهرباء في انهي بلين اهم؟ ادي الفور ليمز اهم، الاربعه ليمز، الايدين والرجلين. مين المسطح اللي بيجمعهم؟ الفرونتال بلين. طب مين المسطح اللي بيجمع دول؟ الهوريزونتال بلين، التشيست ليدز. كده يا اولاد ابقى خلصت، وعاوز بس يعني في خمس دقايق كده مراجعه سريعه للليدز، الليدز بس اللي هو السؤال اللي هو من اهم الاسئله عندنا. الليدز تاني، ما هو الليد؟ لما يجي لك سؤال هتقول الليد هو البوزيشن بتاع التو الكترودز. احنا قلنا اي جالفانومتر يا اولاد بيقيس ما بين تو الكترودز، ما بيقيس ما بين واحد ولا ثلاثه، يبقى الليد هو البوزيشن بتاع تو الكترودز. والرسمه الناتجه لما فاقول لما اقول انا حاطط الكترود على الرايت ار والالكترود على الليفت ار، مش الظروف كلها صعبة. اهو هنبتدي من الليد تاني بقى، راجع معايا نجمع روحنا. ما هو تعريف الليد؟ قلنا ان ما هو الاول الالكترو كارديوجرام رسام ما هو الا سنسيتيف جالفانومتر، واي جالفانومتر بيقيس ما بين نقطتين. بس احنا ما بنقيس مره واحده، بنقيس في 12 وضع. فللتسهيل من الاول رمينا الاسلاك بتوعنا على جسم العيان وبعدين اخترنا هناخد ما بين ايه وايه. فعندي اربع اسلاك رميتهم على الفور ليمز، واحد على الرايت ارم، واحد على الليفت ارم، واحد على الليفت ليج، والاسود قلنا حتى على الرايت ليج اللي هو ارضي، ده الوحيد اللي مش شغال. وعلى فكره شويه نقاط صغيره برضو احب اقولها للزملاء لان هم ما بيلاقوش في دي قوي. ما بنحطش الالكترودز لا على بوني بروميننس لانها مش هتجيب بكهرباء، ولا على تاني يا اولاد عشان تقول الدكتور ناجي علمنا صح، لا تحط على بوني بروميننس على بون ولا على تيك ماسل، الماسل لها كهرباء يا اولاد. فمثلا على الليمس، على الليمس الابر ليمس تحط الالكترودز هنا، تحطهمش على بوني بروميننس. طب بتوع الليج مع ان واحد فيهم اسمه الفوت بنحطه على الميديال سايد تحت، لما تخلص كاب ماسل تحطه هنا، لا على الميديان امننس ولا على الحته التخينه في الماسل هنا، ولا على الميديان امننس تحطها هنا. وخد بالك لو حطيت بتاع الليفت هنا تحط الرايت مكانه بالظبط بتاع الليفت، هنا زي هنا، يعني لازم التو ابر ليمز تحط بالظبط في نفس الحته اللي اخترتها على الرايت ارم تختار زيها على الليفت ارم، اللي هي لا اوبوزيت بوني بروميننس ولا على تيك ماسل. وهنا نفس الكيل على الميديال سايد تحت الكاف ماسل فوق الميديال امينس، يبقى الناحيه الثانيه بالظبط تبقى عارفها. طيب ثاني بقى الاجابه النموذجيه، قال لك الريكوردنج، ما هو الليد؟ هو البوزيشن بتاع التو الكترودز. اي بوزيشن يبقى لما اقول ليد 1 يعني ما بين ده وده، ادي البوزيشن. والرسمه الناتجه هيسميها ليد، يبقى كلمه ليد تطلق على شيئين، على البوزيشن وعلى الاكشوال ريكوردنج. ادي اول نقطه. طب في كام ليدز؟ كام زاويه هنصور منهم؟ 10 اسلاك بس بناخد ما بين سلكين، فبناخد كام زاويه بالتبريد والتوفيق؟ 12. خلاص؟ احنا قلنا من الاول اللي عندنا 10 الكترودز، اربعه على الليمز فيهم بتاع الرايت ليج ده جراوندنج، وسته على التشيست. هنقسم الليدز حسب السايت، انت بتقيس ما بين الاسلاك اللي على الليم تبقى ده ليمب ليدز. ما بين الاسلاك اللي على التشيست يبقى ده تشيست ليد، دي تقسيمها سهل. حسب نوع الالكترود، لو التو الكترودز عندهم كهرباء يبقى هنا كهرباء وهنا كهرباء، تقول باي بولار ليد، وده مش موجود غير في ثلاثه بس اللي هم باي بولار ليم بليدز، ليد 1 و2 و3. لما يبقوا الاثنين اكسبلورنج لازم تقول لنا مين البوزيتيف ومين النيجاتيف. قلنا تملي البوزيتيف هيبقى اللي هو تو ذا ليفت اور داونوردز، لان احنا كان نفسنا نقيس عند نقطه واحده، وغصب عننا مضطرين نحط التو الكترودز بره على الجلد بتاع التشيست، فيبقى يعني تحايلنا عليها بطريقه جميله، خلينا واحد اكسبلورنج فيه كهرباء والتاني صفر، فيبقى فرق الجهد هو قيمه واحد بس الاكسبلورنج، لان الانديفرنس صفر فسموها يوني بولار ليد. وسالنا جابوا منين النقطه اللي عندها صفر؟ قلنا مفيش ولا نقطه في جسمك كهرباء عندها صفر، انما انتوفنز اخترعها، قال لما يوصل
بالثلاث اسلاك بتوع الثلاثه ليمز هتبقى في هذه الحاله الكهرباء قيمتها صفر. صح؟ قلنا اللي هي انتوفنز لو، لو كنت فاكرها اهي هوريها لك تاني. يبقى في اليوني بولر ليدز الجلفانومتر ليه تو الكترودز، واحد متصل بالثلاثه ليمز الرايت ارم والليفت ارم والليفت ليج، هنا لازم اسيف. قلت اي ثلاث نقط يبعدوا ابعاد متساويه من مصدر كهربائي في حدنا والهارت يبقى ده صفر، لان هو مش صفر بالظبط، حطه ريزيستنس اوم 5000 اوم، ويبقى تملي النقطه دي صفر وهو واحد بس اكسبلورينج. لو حطيت الاكسبلورينج ده على الليمز يبقى نيو بولر ليم ليدز، حطيت الاكسبلورينج ده على التشست يبقى نيو بولر تشست ليدز. طب انت كام ليمز شغالين؟ ثلاثه، يبقى عندك ثلاثه نيو بولر ليم ليدز. لو خدت الثلاث نقط مع ال يسموها في ال، خدت الثلاث نقط في مواجهه الار يبقى في ار، الثلاث نقط في مواجهه الاف يبقى في اف. وقلنا ده بطلوه في الدنيا لانه لقوا ان في حاله الليم لو خدت 1 ليم من الثلاثه في مواجهه الثلاثه اللي هم فعلا صفر اللي هو تيبيكال بولر، لو خدت واحد في مواجهه الاثنين اللي فاضلين نفس الشكل نفس الكهرباء واكبر مره ونص، عشان كده سموه اوجمنتد. اوجمنتد يعني مقوى مزاد. فيبقى هيسالك في الشفوي ايه الفرق بين الاوجمنتد يونيبولر ليم ليدز وبين اليونيبولر ليم ليد، يعني هديك مثال ايه الفرق بين الاي في ال اللي بيعملوه والفي ال اللي بطلت الدنيا تعمله. في الاثنين الاكسبلورنج على ال، بس الفرق في الـ في الانديفرنت. في التيبيكال يونيبولر كان الانديفرنت على الثلاثه اللي هم صفر، لكن في الاوجمنتد مش على الثلاثه، على الاثنين اللي فاضلين، وبيبقى مكبر مرة ونص. طيب لو خدت التلاتة اللي هم صفر تيبيكال يونيبولر وحطيتهم اجينست الست اسلاك اللي على تشيست يبقى ده يونيبولر تشيست ليدز. يبقى هنا بتاخد التلاتة اللي على التلاتة ليمز بصفر وبتاخد سلك من الستة اللي على تشيست من في 1 لفي 6. وقلنا ليه سموا يونيبولر في؟ لانك ما بتجيبش واحد بصفر غير لو وصلت التلاتة اللي في حرف الفي مع بعض. حفظناهم ازاي يا اولاد؟ في 1 وفي 2 هما اتنين في الفورس سبيس، واحده باراستيرنال رايت دي الوحيده، مفيش رايت غير في 1 لان الهارت معظمه تو ذا ليفت، ليه واحده بس اللي على الرايت اللي هي في 1 والباقي كله على الليفت. في 2 في الفورس سبيس برضه بس رايت، يبقى في 1 وفي 2 يتحفظوا مع بعض، هما اتنين في الفورس سبيس، هما اتنين باراستيرنال بس دي تو ذا رايت ودي تو ذا ليفت. طب تحفظ 5 4 و5 و6 مع بعض، هتنزل سبيس بدل ما كنت في الفورس سبيس هتنزل في الفيفث سبيس. 100 كلافيكولر ده في 4 مع الهوريزونتال لاين معاه، مش شرط في الفيفث سبيس بس في الميد انتيرو اكزيلري تبقى في 5، ميد اكزيلري تبقى في 6. يبقى دي هي الاساس ان في 4 في الفيفث سبيس 100 كلافيكولر، وهتاخد مع الهوريزونتال لاين في الانتيرو اكزيلري والميد اكزيلري يبقى في 5 وفي 6. طب في 3 على الريب اللي بيفصل الاثنين من بعض. وبعدين عملناهم لعبه جميله، قلنا تفتكر تلعبوها مع بعض بليز. قواعد اللعبه 1 ليد 1 2 3 اي في ار اي في ال اي في اف، لما تاخد واحد مع اثنين، لما تاخد ثلاثه مع نقطه تشيست تبقى من في 1 لفي 6. تبقى كده فاهم كويس قوي قوي الجلفانومتر بيقيس بين انهي نقطتين. في ليد 1 بيقيس ما بين الار والال. طب مين البوزيتيف؟ الال، الكهرباء رايحه تو ذا ليفت اند داونز. في في 2 هتاخد دراع تبتدي باليمين والام الرايت مع الليفت فوت. طب فين البوزيتيف؟ الكهرباء رايحه كده تبقى هو البوزيتيف الليفت. ليد 3 ما بين الليفت والليفت، بس الكهرباء رايحه تو ذا ليفت اند داونز، يبقى الفوت هو الداون. لما يبقى الاثنين اكسبلورنج لازم تقول لنا مين بوزيتيف ومين نيجاتيف. انما التسعه اللي جايين يونيبولر اكسبلورنج 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 هو البوزيتيف. ليم بس هناخد واحد مع اثنين، الواحد هو المهم. لو خدت ده مع ده يبقى اي في ار ار ار، لو خدت ده مع الاثنين اللي فاضلين تبقى اي في ال، لو خدت ده مع الاثنين دول تبقى اي في اف. يبقى ليد 1 ليد 2 ليد 3 اي في ار اي في ال اي في اف. نيجي بقى للتشيست ليد، سهله جدا. الثلاثه دول بصفر، ادي نقطه بصفر الجلفانومتر اللي عاملها. يبقى لما تحط العجله على في 1 تبقى فاهم الجلفانومتر عامل ايه، واخد لك نقطه هي محصله الداتا اللي هي صفر مع الفي 1.
اللي هي الوحيده اللي على الرايت في الفور سبيس تحفظ بيهم مع في 2 هما اتنين في الفور سبيس باراسترنال في 1 رايت في 2 ليفت. طيب دول اول اتنين مع بعض خد التلاتة قسمهم اتنين وتلاتة وواحد تلاتة اللي هما اربعة خمسة ستة بقى خد بالك كان في واحد وفي اتنين في الفور سبيس انزل سبيس تبقى في اربعة في الفيكس سبيس ليفت فين؟ في ال 100 كلابيكرا وبعدين انتيرو اكزيلر تبقى في خمسة وبعدين 100 اكزيلر تبقى في ستة مش لازم كله يعني واحد بس اللي لازم تحطه في الفيكس سبيس اللي هو في اربعة التانيين مع الهورزونتال لاين اللي هما خمسة وستة طب في تلاتة على الريب اللي بيفصل الفورس على الفيفس يبقى سهل جدا يا أولاد بعد كده تكتب لنا بقى أربع ملحوظات جمال جدا تقول لنا الأكزيال سيستم تحكي لنا عنه يعني أنهي حد هيتقاس يعني الليد هي الفيكتور اللي في انهي اتجاه يتقاس في انهي ليد فالاول التلاته ليد هتعملها ازاي سهله جدا ادي الانتوفن سترانجل تحرك التلات اضلاع تجيبهم من مركز قلب فما تحرك ليد 1 هنا يطلع انه البوست الالكترون عند زيرو ما هنا قلنا زيرو وهنا زائد 90 لتحت عشان البوست الالكترون تحت وناقص 90 فوق اما تحرك ليد 2 ده هيجي هنا عند زائد 60 تحرك ليد 3 ده كده اهو بتحرك ليد 2 كده يبقى هيجي عند زائد 60 تحرك ليد 3 بالاحمر كده هيجي عند زائد 120 وانا بساعدك في الالوان جدا يبقى الازرق لما تجيبه هنا يبقى عند صفر ده ليد 1 اما تجيب ليد 2 كده هيجي اللي هو ده الاسود هيبقى عند زائد 60 الاحمر تحركه كده هيجي عند زائد 120 طب حط بقى معاهم الاي في ار والاي في ال والاي في اف يبقى دلوقتي بقى كام ليد ست عشان كده يسموهم هيكس اكزيال ريفرنس سيستم فالفي الاي في اف عند زائد 90 الاي في ار بتبقى عند ناقص 150 الاي في ال عند ناقص 30 تبقى حافظهم صم يبقى الفيكتور اللي يتوازى معاهم ده يطلع حلو قوي قوي في هذا الليد بوجه خاص طيب نيجي الملحوظه الثالثه طيب انت التشيست ليدز انت عندك في 1 وفي 2 دول كان في 1 ناحيه الرايت دول يجيبوا الرايت فنتكل طب اللي بعديهم يجيبوا السبتا اللي بعديهم يجيبوا الليفت فنتكل طب اخر واحده مين يجيب لو في عندك جلطه في القلب تجيبها في انهي ليدز احسن ما يمكن سهله جدا برضه ما فيهاش اي صعوبه قلناها بص على الرسمه اللي تحت اهو يجي في 2 وفي 3 والاي في اف زائد هنا بقى اللاترال سايد يجي بمين بليد 1 والاي في ال يبقى اللي تحت هم 2 و 3 والاي في اف اي انفاركشن تحت في القلب ادي احسن حاجات تصوره اي انفاركشن في الليفت سايد يجي هنا في الاي في ال وليد 1 طبعا بالاضافه انه الليفت فنتكل بيجي في 5 وفي 6 الرايت فنتكل بفي 1 وفي 2 السيبتم بيجي ب 3 و 4 دي يا اولاد اصعب حصه في الاي سي جي اللي هي الريكوردنج وفكره الالكترودز الحاجات اللي جايه باذن الله اسهل كثيرا دي اكتر يعني محاضره بتبقى صعبه اتمنى تراجعها اكتر مره وتلعبوا لعبه الافلام وهي سهله جدا قلنا كده ليد 1 كده ليد 2 كده ليد 3 مين البوزيتيف تملي اللي تو ذا ليفت او اللي داونز ما تاخد واحد مع اثنين الواحد هو المهم مين اللي خدته لوحده ده يبقى اي في ار ده لوحده يبقى اي في ال خدت دي لوحديها مع اثنين دول تبقى اي في اف هتاخد ثلاثه دول بصفر مع الكترود على التشيست الوحيد اللي ناحيه الرايت هو اللي في 1 وبعدين في 2 على فكره انا كنت ظاهر بعكسها ولا معلش سوري في هنا تبقى في 1 وفي 2 وبعدين 100 كلافيكولار وبعدين انتيرو اكزيلري وبعدين 100 اكزيلري عكستهم وانا بعد بلعب افلام معلش اخبطتكم شويه يبقى في 1 وفي 2 هنا وبعدين انتيرو اكزيلري 100 اكزيلري وبعدين انتيرو اكزيلري 100 اكزيلري 100 كلافيكولار لاين انتيرو اكزيلري 100 اكزيلري يبقى تاني دي كده في 1 كده في 2 لما اعمل لك كده 100 كلافيكولار يبقى في 4 انتيرو اكزيلري يبقى في 5 كده يبقى
في 6 في 3 ما بينهم هما الاثنين. وانا اطلت عليكم بس دي كانت يعني حاجة مهمة جدا، واتمنى تبقوا استفدتوا فيها. وهقول لكم بعد كده هنلتقي مع الريسبريشن بالتبادل. هذه هي يعني زي ما بقول the most difficult thing، لانها كلها حسابات في الفسيولوجي. واسف على اللخبطه ان انا كنت بقول رايت ليفت وليفت رايت، ميبي لان يعني عندي فرق توقيت جامد ما بين امريكا ودبي، وهنا دلوقتي احنا عندنا الساعه اولموست داخلين على 12 وفي فرق شويه. فانتوا خدتوا بالكم طبعا ان انا كنت بشاور على الليفت على انه رايت، وبصلحوها في لما تلعبوها في الافلام. يعني في الاخر بشكركم على يعني وقتكم، واتمنى اكون افدتكم. وكل عيد حب